بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من مقرر مادة الأخلاق المهنية والتشريعات أو بروفيشنال إيثكس أند ليجيسليشنز هنشرح النهاردة مع بعض بإذن الله تعالى الدرس الرابع في المقرر أو اللي هي المحاضرة رقم أربعة وهي آخر حاجة داخلة في المتر ترم ويعني وب... بسيطة جدا وفكرتها سهلة وإن شاء الله مش هنطول فيها هنقولها يعني إيه بشكل لذيذ كده مع بعض لأن لو حاولنا نشرحها بالتفصيل الممل هناخد وقت كبير جدا جدا يعني فهي سهلة قوي لو أنت حاولت تجيب درجة في الامتحان بإذن الله ومعلهاش كبير على فكرة هيجي عليها مثلا في الامتحان أربع أو خمس أسئلة رغم إنها ك كمعلومات هي كتيره جدا لكن اغلب الامتحانات اللي موجوده على الدرايف اللي هي من السنين السابقه كانت بتيجي اكتر او بتركز اكتر على الكور اللي هو الجزء الاولاني البيز بتاعه المنهج فاهم قصدي ايه فيعني دي حته في الاخر كده لذيذه قوي بيتكلمك فيها عن طرق تسليم المشروع والطرق اللي بنعمل بيها المشروع عموما ايه الهيكليه بتاعه اي مشروع ممكن في كام نوع من الطرق اللي ممكن نعمل بيها المشاريع هل مثلا نجيب حد يعمل المشروع مكاننا بعدين نسلمه هل بنعمل المشروع عن طريق ان احنا نصمم الاول المشروع بعدها نعمل مناقصه زي ما قلنا في اللي فاتت بعدها نبدا نجيب حد يكونستراكت المشروع على ارض الواقع ولا ممكن نجيب نفس الشركه وهي اللي تعمل الديزاين بعدها وفي نفس الوقت تعمل البيلدنج بعدها مباشره ولا ممكن احنا نفسنا كاصحاب المشروع اللي ندير عمليه اداره المشروع كل ده بنحطه تحت عنوان ديليفري ميثودز او طرق تسليم المشروع وطرق تنفيذ المشروع بشكل عام او بنسميها كونتراكتنج استراتيجيز طريقه او استراتيجيات الايه المقاوله ازاي ممكن نعمل عمليه كونتراكتنج في كام استراتيجي ده بنرتب العمليات فيها ازاي بنصمم الاول ولا بن, بن بننفذ الاول ولا بنجيب مين ينفذ هل احنا اللي ممكن نشرف على التنفيذ في يوم من الايام ونقوم بدور الجنرال كونتراكتور ولا لا هراجع معاك دلوقتي بسرعه على المفاهيم اللي انت غالبا نسيتها لو من الحلقات اللي فاتت سريعا جدا <applause> وبعدها هحاول ما اقعدش على السبوره كتير قول لي في التعليقات لو انت حابب ان انا اشرح على السبوره اكتر ده بيخليني انا اقول كلام اكتر اه بس ده هيخلينا نطول ولا ان انا التزم بالورق ونقرا بالحرف كده ونستفيد وخلاص فده اللي هنعمله دلوقتي باذن الله وفي الاخر هنحل مع بعض الاسئله اللي انا تقريبا مالفها كلها لان الدرايف معلوش اسئله في في الدرس ده فهتلاقي الاسئله عندي هنا مش خلينا من بره وخلاص هتلاقيني عامل تقريبا 100 سؤال يعني حاجه و80 اللي مالفهم لحد 87 والباقي مالفهم ازاي يعني هي السلايدز محولها لنقط مش اكتر وممكن تلاقي السؤال متكرر باكتر من شكل وفي الاخر اسئله الكويزات السابقه حوالي ست اسئله من الكويزات حتى فيهم اسئله متكرره واربع اسئله بالظبط جم في الفاينل ما فيش حاجه غير كده يعني الموضوع سهل جدا وان شاء الله هيجي في انت او بص 100% مية مية هيجي وهيجي بحاجات مباشره جدا باذن الله الدكتور راجل جميل يعني وكمان المحاضره نفسها محتواها سهل فيلا بينا على السبوره هقول لك ملخص الدنيا بتتكلم عن ايه بعدها نيجي على السلايدز نقراها حرف حرف وان شاء الله تطلع منه مستفيد حتى لنفسك يعني فيلا بينا طيب تعالى سريعا هنا على السبوره هقول لك الموضوع كله بيتكلم عن ايه باذن الله موضوع بسيط بس عايز اقول لك انا صايم ففاضل ساعتين على الفطار اصلا فممكن تلاقيني مش قادر اتكلم شويه يعني كان في حاجات كثيره ممكن تقال اكتر من كده فخلينا نحاول نطلع باكبر قدر ان شاء الله مستفاد وتطلع ان شاء الله تحل الاسئله دي في امتحان يا جماعه بشكل مؤكد هتلاقي الموضوع بسيط جدا بعد ما نخلص والماده دي باذن الله هتقفلها لو انت يعني عملت اللي عليك لا يكفي انك تسمع باذن الله المحاضرات وتحل الاسئله اللي بنقوله فيها هتلاقي نفسك يوم الامتحان ممكن المعلومات فجاه تبقى ضبابيه شويه عارف ليه لانك فهمتها كويس اصبح الموضوع عندك مش مجرد حفظ ونسيته لا يا عم ده انا ممكن اقعد قاعده نص ساعه الم فيها كل الدنيا دي فاهم قصدي ايه فان شاء الله يعني الدنيا تبقى ماشيه معاك حلو باختصار شديد هنتكلم عن ايه النهارده احنا خدنا المرات اللي فاتت ان في حاجه اسمها ان احنا عايزين نعمل مشروع فيبقى في شخص اونر في الاول خالص اسمه الاونر سريعا كده معاه شويه فلوس عايز يعمل بيهم مشروع ما فيروح عنده مشروع معين عايز يعمله بس هو ما عندوش خبره ان يعمل المشروع ده فبيبدا يعمل إيه؟ يجيب واحد اسمه الاستشاري او الكونسلتنت يقول له اعمل لي شويه تصاميم وتعالى نعمل دراسه جدوى ونشوف المشروع ده حلو ولا لا وفي الاخر بيبقوا حاطين مواصفات شويه ورق كده الورق ده بيوصف الايه المشروع ده باختصار بيوصفه يعني بص بيوصفه بالتفصيل الممل بيقول هو كام دور ولو هي عماره مثلا وكل دور هيتعمل بانه مواصفه وانه طريقه وكم كيلو مش عارف ايه وكم طن ايه كل حاجه بتقال فيها فالمشروع بتاعنا وليكن هو ده المشروع خليه مشروع بونا يعني جميل وبعدها بيبقى عامل ايه؟ بياخد التفاصيل والديزاينز دي الاستشاري بياخدها ويطلع يعمل بيها مناقصه يقعد كده على الكرسي ويجي له شويه ناس بنسميهم المقاولين كل واحد فيهم جنرال كونتراكتور اهو بنسميه مقاول عام كونتراكتور يعني مقاول ويبدا يعمل مناقصه يعمل عمليه ايه؟ عمليه تندر زي ما قلنا المرات اللي فاتت ويبدا كل واحد فيهم يقول له انا اقدر اعمل المشروع اللي انت بتعرض مواصفاته دلوقتي حالا ده بالتمن الفلاني وده يقول له لا ده انا هعمله بالثمن الفلاني وبالتفاصيل الفلانيه وده يقول له هعمله لك بكذا وفي مده كذا كل واحد يقدم العرض بتاعه العرض ده بنسميه البيد وده بنسميه بيد، بيد يعني ايه؟ يعني عرض، بيقول له انا اقدر اعمله لك في خلال قد ايه وبتمن كام وايه تفاصيلي وايه المميزات اللي انا هديها لك وغير ذلك، كل واحد من دول بنسميه كونتراكتور او من اول عام، ويبدا في الاخر الاستشاري بالتعاون مع الاونر وبالتشارك معاه وبالاستشاره معاه يبداوا يختاروا واحد من دول يسلكتوا واحد من من الكونتراكتورز دول عشان هو اللي يتولى المشروع واداره المشروع ويبدا بعدها الكونستراكتور الكونتراكتور يعمل ايه؟ يبدا في الكونستراكشن. كونستراكشن. يبدا في عمليه تنفيذ وبناء المشروع ويبدا يبني بقى ويصب الاساسات ويحط القواعد ويطلع بالمبنى الى غير ذلك دي كده دوره الايه دوره حياه المشروع وفي الاخر الكونستراكشن بيخلص وبنيجي احنا نراجع المشروع ونبقى مشرفين عليه كاونر وككونسلتنت وفي الاخر بن ايه بندي الاوكي وندي له الفلوس بتاعته ونتفق معاه على اوقات هيجي ممكن مثلا يصاين حاجه باظت او يبقى في وقت ضمان الى غير ذلك اللي احنا عايزين ناخده دلوقتي ايه شفت الهرميه اللي عملناها دلوقتي دي التسلسل اللي حصل ده هل دي الطريقه الوحيده لبناء اي مشروع اكيد لا في اشكال ثانيه مختلفه مش دايما هيبقى الموضوع متسلسل بنفس دلوقتي في مشروعات كبيره جدا ممكن نحتاج فيها لطريقه مختلفه لتسلسل مهمات مختلف لتعاون بطريقه مختلفه مش شرط نعمل دايما مناقصه ونختار كونتراكتور بعدها كونتراكتور يعمل كونستراكشن لا مش شرط ممكن نعمل هيكليات تانية البشر ما وقفوش عند الحد ده اللي هو يعني ماشي دي طريقه فكره حلوه جدا نبني بيها المشاريع بس مش كفايه ما تيجيوا نعمل افكار مختلفه فالريسينا كده مع بعض على عده طرق مشهوره جدا على مستوى العالم بتستخدم لانجاز المشاريع بنقول بقى كلمه انجاز دي او تنفيذ او تسليم المشاريع يعني انا عندي مشروع في دماغي دلوقتي كفكره انا عايز اوصل ان انا اقدر ابقى اشوفه على ارض الواقع واستلمه على ارض الواقع منجز بالفعل دي بنسميها عمليه التسليم بتاعه المشروع او تنفيذ المشروع بشكل عام بنسميها الدليفري. بص دي إيه اهي دي اي ال اي ديلي وفيري شبه كلمه فيري ديليفري ديليفري يعني تسليم ديليفري عارف الديليفري اللي بيجي بتاع توصيل الطلبات هو ده ديليفري بتاع ايه بتاع المشروع فبنسميها بروجكت ديليفري في كام طريقه بقى يعني ايه بروجكت ديليفري قبل ما نبدا بف... بف... بفهمك انت فهمته حتى الان تقول لي الاستراتيجيه ال... ال... او الطريقه او الهيكليه اللي بنعمل بيها عمليه انشاء المشروع مين اللي هيبدا مين اللي هي... هيسلم بعدها لمين واللي وراه يسلموا لمين وبعد لحد ما نوصل في الاخر ان نعمل مشروع كاملا وفي السكه بقى كل واحد هيمضي العقد مع التاني بانه طريقه ومين هيسلم الفلوس للتاني طب هيسلمها له اجل ولا عاجل طب هيسلمها له وهياخد ارباح ولا هياخد كام كل التفاصيل دي تندرج تحت كلمه بروجكت ديليفري فكلمه بروجكت ديليفري او بنسميها بقى ايه في عنوان الدرس بص كونتراكتنج استراتيجيز استراتيجيات المقاوله هنمشي ازاي كلمه استراتيجيه يعني هيكليه بقى والنظام واكتيفيتيز هتحصل واحده تلو الاخرى ومين هيسلم للتاني فلوس مين هيستلم من التاني فلوس الكلام ده كله مين موكل بكذا طب مين اللي هيعمل هنا هل هل هنجيب مقاول عام ولا هنجيب شويه مقاولين ونختار من منهم واحد وهو اللي يكون استراكت ولا هيكون تحتيه ناس تانيين هل الديزاين هيبقى مرحله الديزاين والتصميم المقاول هيشارك فيها ولا مش هيشارك هل ممكن يكون الاونر نفسه هو اللي مشرف على العمليه كلها من اولها لاخرها طب هل لما الاونر يروح يشترك هيشترك مع شركه واحده تقوم له بالديزاين وكمان تقوم بالكونستراكتنج ولا هيروح لشركه بتاعه ديزاين وشركه ثانيه بتاعه الكونستراكتنج يتواصلوا مع بعضهم الدنيا هتمشي ازاي كل دي احتماليات ممكنه فبنسمي كل ده استراتيجيات التصميم استراتيجيات انشاء المشروع او بنسميها بقى ان جنرال بنسميها بروجكت ديليفري فنقدر نقول مع بعض دلوقتي كلمه بروجكت ده اول تعريف في الدرس اهو وهنقرا مع بعض في السلايدز انا بس بعرفك المعنى العام استنى عشان اكتبه بشكل انضف دايما لما بقول هكتب حاجة بشكل انضف بتطلع اوحش اهو بروجكت ديليفري انت كده عرفت تعريفها صح او فهمت تعريفها جميل دي بقى فيها ليها كام نوع؟ قال لك ليها عده انواع رئيسيه، يعني ليها انواع كتيره جدا، احنا هناخد خمسه منهم الدرس بتاع النهارده، ويعني هنفهمهم بشكل جميل جدا، الخمس الخمسه دول عباره عن ايه عشان تبقى فاهم قبل ما نبدا شرح، للاسف في ناس بتبدا شرح الدرس ده او بتذاكر الدرس ده، بيبدا يشوف في الحاجات دي انها رص طوب، يعني النوع الاول، النوع الاول في ايه؟ يعني انت انت عمال تقرا النوع الاول وانت مش عارف هو بتاع ايه؟ والتاني يا فرحتي ما انت مش فاهم هو الدنيا ماشيه ازاي فخلينا بقى نشوف ايه نشوف النوع الاول من الهيكليات اللي هنعمل بيها المشروع او هننفذ بيها مشروع ما طيب والنوع التاني في الط... او الطريقه الثانيه لتنفيذ مشروع ما والطريقه الثالثه تقول لي طب استنى ليه في انواع مختلفه هقول لك اكيد احنا هنحتاج في حاله من الاحوال النوع الاولاني وفي حاله اخرى ممكن نحتاج النوع الثاني وفي حاله ثالثه يبقى في حسب الحاله بتاعتك حسب شكل المشروع ونوعه لما اجي اعمل مشروع زي مترو الانفاق عايز شركه كبيره تنفذهولي غير لما اكون عايز ابني عماره غير لما اكون عايز اعمل تطبيق على الانترنت او موقع على الانترنت غير لما اكون عايز اعمل مشروع لبيع اغذيه او عايز اعمل برنامج لتوصيل الطلبات كل دي حاجات مختلفه هيترتب عليها اختيارنا للاستراتيجيه المثلى لتنفيذ هذا المشروع في حاجات مش هحتاج فيها مقاول بالشكل ده في حاجات ممكن انا انا اللي اشرف عليها لان انا عندي خبره فيها على سبيل المثال وفي حاجات تانية لا فعلى حسب هتختار الطريقه اللي انت عايزها احنا دلوقتي ايه خد الطرق هي على بعضها كلها كومة واحدة وانت قرر قدام كراجل هتقطع بيزنس ان شاء الله قرر انه الطريقة المناسبة ليك لفعل المشروع بتاعك حتى يا عم قرر ده انت كأونر انت كمهندس هتطلع في يوم الايام معاك فلوس عايز تعمل بيها مشروع عشان تروح تختار الشركة المثالية اعرف بقى الكلام ده النهاردة من المنهج فهناخد النهاردة خمس طرق رئيسية العالم ماشي بيهم في انجاز المشاريع بنسميها خمسة خمس طرق للبروجكت ديليفري لتسليم وانشاء وتنفيذ المشروعات بنسميها بروجكت ديليفري ميثودز فممكن انهم مزودين كلمه ميثودز هنا او ممكن نزود كلمة methods كلمة methods معناها ايه؟ method معناها طريقة او منهجية او آلية او افهمها بقى انت فاهم قصدي؟ ده العنوان الرئيسي العام وممكن نصغر كده الصورة شوية طيب طرق تسليم المشروع وتنفيذه دي عندنا منها كام زي ما قلنا عندنا خمس طرق رئيسية هنبدأ ناخد كل واحدة على حدة اول اربعة سهلين جدا والاخيرة كبيرة شوية فيها تفاصيل اكتر فتحتها انواع فرعيه كمان فاول طريقه ناخدها لتسليم المشروعات احنا هنكتبهم الاول على بعضهم كده كلهم اول طريقه بنختصرها في دي بي بي دي بي بي اختصارها ايه ديزاين بيد بيلد خلي بالك الاسماء هنا مش هتتحفظ كل اسم فيهم بيعبر عن محتواه فالاسم هيفكرك بمعناه كمان يعني فيش اي حاجه فيها حفظ يا جماعه الموضوع سهل جدا النهارده دي بي بي اختصار ديزاين بعدها بد بعدها بيلد والله العظيم لو واحد حضر الدروس اللي فاتت وفكر مع نفسه ببساطه هقول له دلوقتي انت ايه اللي فهمته إني اول حاجه اول مرحله هنديزاين المشروع هنجيب حد يعمل ديزاينز للمشروع كامل انا عندي فكره عايز ابني عماره فأقوم جايب واحد اسمه الاستشاري اقول له ما تصمم لي المشروع ده كاملا مش شرط من الاستشاري ممكن اروح لشركه بتاع تصميمات شركه تصميمات هندسيه او شركه تصميمات انشائيه هقول له اعمل لي تصميم كامل لمبنى مواصفاته 10 طوابق كل طابق عايزه يبقى فيه شقتين كل شقه عايز جواها واحد اتنين تلاتة اعمل لي التصاميم كامله والمواصفه كامله للبنى اللي ياخدها الشخص يطبع على الأرض الواقع مباشره اكتب لي كل التفاصيل والحسابات والفلوس وكل حاجه فده من مرحله التصميم بعدها هاخد التصاميم دي واروح بيها اعملها في مناقصه عشان كل واحد يقدم لي العرض بتاعه فيبقى دي مرحله الايه البيد يبقى البيل الاولانيه طيب بعد ما اخترنا مقاول من الناس اللي قدموا البيتز بتاعتهم او العروض بتاعتهم هبدا اختار المقاول ده واقول له متعمل ايه بقى اعمل بيلد ابدا ابني وصمم ابدا ابني ونفذ على ارض الواقع يبقى ديزاين بيت بيلد والله الطريقه خلصت بس كاتب لك عليهم في السلايدز ثلاث صفحات كلها معلومات سهله كلها معلومات متوقعه لكن المبدا الرئيسي اللي انت عايزك تفتكره دايما وده اللي هتطلع بيه من الدرس النهارده وهيفكرك كشيء مفتاحي ككلمه مفتاحيه هتفكرك بكل المعلومات اللي تحتها وهي دي يا جماعه حتى في العلوم الاخرى هي دي ما نسميه المتون المتون بتمشي بنفس المبدا بنكتب لك 200 شعر مثلا يفكروك بكميه معلومات تحتهم رهيبه ليه عشان نختصر الدنيا لكن زي ما الشركه بيقول في الم... في مقدمه الجوهره يقول لك لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم فيعني بسبب ان الناس بقت تمل من التطويل بدأنا نختصر الامور بنقول لك خد كلمتين اهم يا ابني اعرف معناهم كويس حلو وافهم شرحهم الشرح ده ممكن يكون 20 صفحه بعد ما تفهم بقى الشرح ده كله انا هختصرهم لك في البيتين دول عشان كل ما تحفظ البيتين دول وتقراهم تفتكر الشرح الكامل بتاعهم تحت فاختزلت لك الشرح الكبير ده كله في عباره في عباره او عبارتين تفتكرهم وتحفظهم فنفس الكلام هنا انت بمجرد ما تشوف دي بي بي دي الطريقه اللي بنعمل فيها ايه ديزاين الاول المشروع بعدها نعرضه للمناقصه يبقى دي كلمه بيد بعدها نختار واحد فيبدا هو في عمليه البيلد يبقى دي بي بي اختصار ديزاين بيد بيلد طيب الطريقه الثانيه لسه هنعرف كل واحده على حده يعني أنا عايز أعمل حاجة كده أهو نعملها كده مثلاً. الطريقة التانية بنسميها إيه؟ دي بي فقط. طب أنهو بي فيهم بقى البي الأخيرة؟ ديزاين بيلد مباشرةً. تقول لي إزاي ديزاين بيلد؟ أقول لك باختصار إحنا رحنا لشركة واحدة فقط جواها فريق بتاع تصميم وفريق آخر بتاع إنشاءات. فإحنا أول ما نروح للشركة أنا كأونر أنا كأونر هروح للشركة دي، الشركة دي أهي إيه؟ جواها جزئين، جزء بتاع ديزاين، فريق بتاع ديزاين وفريق بتاع بيلد بتاع بيلدنج. او بتاع كونستراكشن فهيبدا فريق التصميم انا هقول لهم بس الفكره وياخد بقى فريق التصميم جوه يعمل التصميمات والانشاءات مفيش بقى مرحله بيدنج مفيش اصلا عمليه مناقصه هو هيديها على طول لفريق الانشاءات اللي عنده اللي هيبدا ينزل على ارض الواقع وينفذ فاحنا كده اختصرنا مرحله البيد عشان كده الطريقه دي حلوه جدا للمشروعات اللي محتاجه فاست تراك فاست تراك يعني محتاجه تتنفذ بسرعه جدا فمش محتاجين بقى لسه وقت نقعد بقى نعمل مناقصه ونختار واحد بعدها الواحد ده. لا احنا عايزين ننجز فاهم ايه فهنروح لشركه لوان انتيتي او وان كمباني هي جواها ناس بتوع تصميم وبعد ما يخلصوا التصاميم هيدوها للناس اللي في نفس الشركه اللي بيعملوا انشاءات اللي ينزلوا على الارض الواقع ينفذوا فدي بنسميها ديزاين بيلد مباشره والله العظيم خلصت انت فكر في الكلام تاني لا هي كده خلصت طيب الطريقه الثالثه طريقه يعني لذيذه جدا قال لك احنا هنعمل زي الاولى بالظبط هنعمل تصميم الاول بعدها نعمل مناقصه بعدها نعمل انشاء في الاخر بس في مشكله اللي هيشرف على الهيصه دي كلها ايش ضمنه ان الدنيا ماشيه حلو ده اونر يا معلم الاونر ده ماله الاونر ده مش فاهم حاجه في في الجانب العلمي ممكن يكون راجل مش بتاع الموضوع خالص يعني ممكن انا شخص مثلا شغال عندي ايه عندي ورشه خراطه مثلا فانا معلوماتي في البنى صفر لان انا مجالي حاجه ثانيه وده شيء لا يعيب ده شيء حلو اصلا ده كل واحد يبقى في حتته فانا ممكن ما افهمش في البنى اللي بيحصل ده حاجه فانا ممكن التكاليف فجاه تعلى جدا عليا وانا مش فاهم في نص المشروع البس مثلا في 2 3 مليون جنيه زياده، فعايز حد يبقى فاهم الدنيا مراقب على الموضوع، طب ما ده نفس فكره الاستشاري جدع، بنسميه احنا بقى ايه؟ ممكن يبقى فرد وممكن يبقى مؤسسه كامله على فكره، بنسميه كونستراكشن مانجر، يعني مدير انشاءات، الشخص ده مدير مانجر، بيعمل ايه بقى؟ بيبقى بينوب عنك في انه يشرف على العمليه اللي هتحصل دي كلها، يعني اكننا هنعمل دي بالظبط بس هنجيب واحد يشرف عليها مكان الاونر. فهنسمي ده اسم جديد بقى هنسميه ان احنا بنجيب كونستراكشن مانجمنت او مانجر على فكره تنفع التسميتين بنجيب مدير على فكره المدير ده ممكن يبقى شخص ممكن يبقى شركه كونستراكشن مانجر كونستراكشن مانجر والمانجر ده بيشرف عنك انت في ال... او بي... بينوب عنك انت في اداره المشروع والاشراف عليه وبيشتغل ككوست كنترولر شخص بيشرف على ان الاسعار ما تعلاش اكتر من الحد المطلوب عشان ما تجيش فجاه تلاقي السعر ضرب جامد جدا منك فاهم الفكره؟ طب افرض الراجل ده قدر يوفر لك في الفلوس دي ياخد هو نسبه ارباح ما هو مش جايب ببلاش فاهم الفكره ايه طب افرض السعر ضرب منه جامد قوي طب ما انا جايبك ليه فساعتها هو بيشاركك في في شيله الايه في المشكله بيشيل معاك في في الخساره اللي حصلت فهو بنسميه كونستراكشن مانجر ات ريسك يعني هو معرض للخطر خلي بالك لان لو لو انت عينت واحد شغلانته ان ما يخليكش المشروع ده يعدي مليون افرض المشروع بقى مليون و ألف ال ألف دول هو هيشيل معاك فيهم في الخساره اما انا جايبك ليه عشان كده شغلنا دي خطيره جدا فاهم قصدي ايه يبقى اسمها كونستراكشن مانجر ات ريسك دي احد الطرق اللي بنستخدمها او بنعملها او المنهجيات او الميثودز اللي بننفذ بيها المشاريع ان انا اروح اجيب كونستراكشن مانجر يدير المشروع معايا ويشرف فيه يشرف عليه نيابه عني ويتحمل معي الخساره ان حدثت او التخطي بتاع السعر يعني وياخد فايده من الربح لو هو قدر يوفر فهو شغلانته بيحاول يدي لك احسن جوده باقل سعر فالناس دي على فكره في شركات كامله بتعمل كده حرفيا شركات كامله تقول لهم انا عايز اعمل المشروع ده خد انتوا بقى اتصرفوا انا عايز المشروع يرجع لي في الاخر مش معدي مليون طب لو رجع متوفر بقى مية الف بس خدوا انتوا ال مثلا يعني طب رجع زايد عن المليون هتشيلوا معايا في الخساره لان انا ماليش ذنب امال انا معينكم ليه عشان كده تقول لي بس ايه ذنبهم ما هم بيوافقوا لما بيوافقوا بيبقى لازم يبقوا هم قد اللي وافقوا عليه فاهم قصدي ايه انا مش قادر اتكلم خالص للاسف آه عشان المكان اللي انا قاعد فيه نفسي احل المشكله دي يا جماعه لو واحد بيسمعني دلوقتي مش عارف اعملها ازاي والله نفسي في مكان معزول هيطلع الشرح ثلاث اضعاف الجوده والحسن يعني انا دايما بتوتر لما احس ان انا مسموع من بره فاهم مش عارف انت تفهمني ولا لا يلا مشكلة بص الطريقه اللي وراها بقى طريقه منطقيه جدا ويعني طريقه تسليم للمشروع او طريقه تنفيذ للمشروع تقريبا هي اول حاجه بتيجي في دماغنا وهي ان انا افرض انا عندي خبره في المشروع ده يعني انا راجل مثلا افرض انا مهندس مدني وخريج ومعايا فلوس عايز عماره اكيد مش روح اجيب واحد يص... يعمل لي التصاميم ويعمل لي البناء طب ما انا نفسي فاهم في الموضوع ما انا ممكن انا اتواصل مباشره مع المقاول واتواصل بعد المقاول اتواصل مع السب كونتراكتورز كمان المقاولين من الباطن وابدا اتواصل مع بتوع الرخام والسيراميك ومش عارف ايه انا فاهم في الشغل فاهم قصدي ايه فده بنسميها ايه بنسميها كونستراكشن مانجمنت انا اللي هعمل اداره للانشاءات لان انا ايه لان انا انا صاحب المشروع نفسي فاهم عندي خبره في المجال فبنسميها كونستراكشن مانجمنت مالتي برايم يعني ايه بقى الكلام ده انا كاونر أنا كأونر صاحب المشروع نفسي معايا فلوس أهو بس أنا عندي خبرة في الموضوع فمش محتاج أروح أجيب واحد أو أروح أكلم شركة هي اللي تقعد تتواصل مع الناس بقى عن طريق تتواصل مع المقاول وتتواصل مع البنائين والسب كونتراكتورز ومع الناس بتوع الديزاين لا أنا ممكن أتخلى عن مرحلة إن أنا أجيب حد يشتغل مكاني دي أنا ممكن أنا مباشرة أعمل عقد مع المقاول ومع السب كونتراكتورز ومع بتاع التصميم ومع كذا فبنعمل أكتر أنا نفسي بتواصل مع أكتر من عقد او بعمل اكتر من عقد اكتر من عمليه تواصل لان انا الاونر فاهم اصلا في الموضوع فدي بنسميها مالتي برايم لانها متعدده الرؤوس متعدده العقود بص انا اتواصلت مع ده وتواصلت مع ده كمان ومع ده كمان انا نفسي قادر اعمل ده قادر اتواصل مع كل الفئات اللي هتدير المشروع او هت... هت... هتساهم في انشاء المشروع بنسمي ده كونستراكشن مانجمنت اداره الت... اداره الانشاءات متعدده الرؤوس او متعدده العقود او متعدده الافرع انا كاونر بتواصل مع كله فاهم قصدي إيه؟ وطبعا بيسرع عمليه البناء جدا لإن كده التواصل دايركت بيني وبين الإيه؟ بين, إيه؟ بين الصنايعية، أقدر أديهم الفلوس أول بأول، مفيش وسيط في النص، فدي بنسميها كونستراكشن مانجمنت مالتي برايم. في حاجة صعبة لحد دلوقتي، كلام بسيط أوي يا جماعة، حرفيًا بص دي بي بي، دي بي، سي أم آي آر، سي أم أم بي، أنا ولا حافظ ولا واحدة فيهم، أنا فاهم إني إيه الاحتمالات الممكنة لإنشاء أي مشروع؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، كل واحد أنا فاهمه وبعبر عنه بكلمة، والكلمة حتى صراحة نفسها ديزاين بيت بيلد طيب يعني ايه بنعمل تصميم بعدها نعمل مناقصه نختار أول من يبدا ينفذ ديزاين بيلد مباشره يعني بروح لمؤسسه عندها الجانبين عندها عندها حد بيصمم وبعدها ياخد التصاميم دي يدها لحد عنده برضه بينشئ يبقى بيلد مباشره هي جاست ون انتيتي او مؤسسه واحده وفي الاخر او ثالث حاجه ممكن اجيب حد ينوب عني لو انا مش فاهم في المجال ينوب عني هو في ان يعمل هو المشروع بقى بس هيبقى ات ريسك هيبقى معرض للمخاطره او للخطر اللي هيحصل لو المشروع المشروع تخطى المبلغ المخصص له يعني او ممكن اكون انا عندي خبره فانشئ المشروع بمعرفتي يعني تحس ان دول مربوطين ببعض ودول كمان مربوطين ببعض بنحاول بقى نحفظ بشكل يعني ايه يسهل الدنيا فاهم يعني ايه مربوطين ببعض هنا شبه بعض جدا ان انا هنا بصمم بعدها اعمل مناقصه بعدها ايه اختار حد يبني بس ممكن نبسطها شويه فنقوم عاملين احنا نفسنا نروح لشركه عندها الاثنين فتصمم هي نفسها بعدين تقوم هي نفسها بانيه فاختصرنا مرحله البيدنج ما بنختارش حد يبني هو في نفس الشركه اللي صممت هي نفس الشركه اللي هتبني مباشره جاست وان انتيتي طيب والاثنين دول تابعوا بعض في ايه ان انا بجيب حد ينوب عني اما اللي هينوب عني ده لو انا مش فاهم في المجال هجيب حد ينوب عني وهو اللي هيبقى ات ريسك لو قدر يوفر هياخد فلوسه وياخد نسبه ولو ولو خسرنا هياخد برده نسبه من الخطر ده هتقع عليه او لو انا نفسي اللي ممكن انوب عن نفسي بقى لو انا نفسي فاهم في المجال فدي بنسميها كونستراك اعمل اداره للمشروع نفسي كونستراكشن مانجر او مانجمنت مالتي برايم ده لما الاونر نفسه يكون هو اللي ايه اللي بيشرف على البناء وبيتواصل مع الناس كلها لان هو عنده خبره في المجال فانا كده قسمت لك الدنيا الاثنين دول تبع بعض والاثنين دول تبع بعض في واحد بقى خامس ملوش اي علاقه بالحياه فممكن نعمل كده اهو يعني النوع الخامس ده مميز جدا بقى ده لوحده وليه تفاصيل كتيره جدا سهله خالص كلها طبعا اهو ادي الاربع طرق المشهوره هناخد بقى الطريق الخامس اسمه ايه بي بي او بنسميها بي 3 او خلينا نكتبها كده اهو بي 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 او بين قوسين كده اهو البي 3 يعني ايه بي 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 اختصار ايه اه 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 بابليك برايفت بارتنرشيب أي بابليك بابليك يعني شيء عام مؤسسات عامه زي الحكومه مثلا برايفت يعني شركات خاصه او مؤسسات خاصه اي حاجه في, في القطاع الخاص بارتنر بارتنر شيب يعني ايه بارتنرشيب يعني شراكه يعني الشراكه بين القطاع العام والخاص تقول لي ايه ايه النوع الخامس ده ده شرح نفسه حرفيا الاسم بتاعه شرح نفسه ان الحكومه ساعات بتبقى عايزه تعمل مشروع ما لكن ما معاش تمويل او مش حابه تشغل بالها او عايزه تنجز عايزه تعمله بكفاءه اعلى عايزه تعمله بجوده احسن الى اخره من الاشياء لان احنا مش مش هنقعد كدوله نعمل كل المشاريع اللي في البلد هيبقى حمل زائد على الحكومه زائد ان احنا كده هن... يعني ايه هنقلل التعاون مع القطاع الخاص احنا عايزين القطاع الخاص يشترك مع الدوله في بناء البلد فنبدا نعمل ايه نجيب المشروع كحكومه ونقول مين يقدر ينشئ المشروع ده يا جماعه فتيجي شركه خاصه تقول لي انا اقدر انشئه لك فنقول للشركه الخاصه خلاص خدي انشئ المشروع ده كاملا وطب تقول لي إيه يعني انا هاخد ايه مقابل ده انا كشركه خاصه استفدت ايه انا اه بحب البلد وكل حاجه بس لازم فايده ماليه يعني الحكومه مش هتديها فلوس بقى لا هتقول لها انشئ المشروع حلو المشروع ده للعامة يعني مثلا مترو الأنفاق فالكل هيستفيد بيه أنا كحكومة هدفي أفيد البلد هدفي السكان والمواطنين يستفيدوا فأنا كحكومة كده استفدت إنك أنت عملت المشروع طب أنت هتستفيدي إيه؟ هقول لك انتفعي بأرباح المشروع ده لمدة مثلا 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة وبعد ما المدة دي تخلص هترجعي المشروع ده تاني كإدارة خاصة ليا أنا وكأرباح خاصة ليا أنا اللي أنا عملته ده اسمه إيه؟ اسمه إنشاء المشروع نفذنا المشروع عن طريق حاجة بنسميها الببليك برايفت بارتنرشيب بس كده هي دي البي بي بي بس حتى البي بي بي نفسها ليها اشكال كتيرة جدا هل مثلا بعد ما يعمل بعد ما يشغل المشروع هيرد الملكيه ليا ولا ممكن الشركه الخاصه تبني المشروع وتديني ملكيته على طول كحكومه بعدين انا ااجره ليها بمرتب بايجار رخيص طب ما ده حلو برضه في احتمالات كتيره جدا بقى قال لك انت هتاخد كام احتمال هناخد خمس احتمالات فرعيه ولا تضايق نفسك الكلام سهل جدا والله خمس احتمالات فرعيه انا عايز اعملها بشكل انظف اهو اول حاجه بنسميها ايه بنسميها بي او تي ده النوع الاول مش هشرحهم لك خليهم في الاخر النوع الثاني بنسميه بي تي او انا على فكره مفيش قدامي اي حاجه والله انا قاعد في اوضه مظلمه اصلا فالموضوع ده عايز اعرف افهمك ان هو يعني ايه سهل قوي في الحفظ النوع اللي وراه بي او او النوع اللي وراه بي او او تي النوع الخامس عايز الاقي له مكان ممكن نجيبه في الاول هو اخر حاجه اصلا يعني هو عباره عن دي إيه انا بعمله ده دي بي اف او ديزاين بيلد فاينانس اوبريت والله بتأكد شفت انا مش انا مش حافظهم والله انا انا ده كله فكره عندي في دماغي ب... بترجمها لورق في الاخر لان المعنى قائم في الذهن فده اللي بحاول اوصله لك في الشرح الحمد لله تعال نمسك كل واحد من الاربعه الاولانيين نخلصه بعدها نيجي على النوع الخامس ده ونقعد عليه قاعده سهله جدا لان الخمس انواع دول اسهل من بعض بقول لك ايه؟ تعالى بالمره كده اقولهم لك على السريع الخمسه دول عشان نروح على طول على الورق ونقرا كل الحاجات دي منه بدل ما اقعد انا اشرح هنا على الورق على السبوره كتير. يبقى إيه قول لي برضه عشان بقيه المنهج قول لي ايه الاحسن؟ يعني كنت تحب اقعد اتكلم عن ده كتير لوحده على الورق هنا باخد راحتي اكتر في الكتابه وكده. بعدها ده بعدها ده بس الفيديو يطلع اربع ساعات <applause> ولا نروح على الورق على طول واشرح هناك؟ هي نفس المحصله صدقني بس انت يعني انت اللي اختار. فاهم الفكره ايه؟ بص باختصار شديد في جميع الاحوال الثلاثة بي كل الخمس انواع اللي تحت هي عباره عن شراكه بين القطاع العام والخاص، القطاع العام ممثلا في الحكومه، القطاع الخاص ممثلا في اي شركه مملوكه لفرد او لشخص ما او لحد مش الحكومه، حد مش تبع الدوله هو فئه خاصه جوه، شركه بتاعت حد معين جوه جوه البلد، فاهم قصدي ايه؟ مش حاجه تبع الحكومه يعني، في الحالتين بيحصل شراكه بين القطاع العام والخاص، في الغالب مش في الغالب ده دايما القطاع الخاص هو اللي بيتولى عمليه البناء والت واداره المشروع وتنفيذه وتشغيله والحكومه بتبقى ايه؟ كده كده كسبانه لان احنا بنعمل دايما اللي في البي بي بي, بي ده بيكون مشروع مفيد للبلد، يعني حاجه الناس محتاجاها، وسيله مواصلات، طرق، ارصفه، كباري، الحاجات دي هتنفع الناس فكده كده الحكومه كسبانه مش لازم مش لازم مكسب مادي، الحكومه اصلا جهه غير ربحيه. يعني الهدف الاول للحكومه مش المكسب، الهدف حتى لما بيكون الهدف المكسب هدفه ان نصبه تاني في البلد، المفروض الحكومه دي اصلا هي البلد، ما يبقاش عندها هدف ربحي. فاهم قصدي ايه فدايما الشركه الخاصه بتنشئ المشروع ومجرد ما انشئته كده الحكومه كسبت ان هي سدت خانه ان عملت المشروع ده للناس فكسبت رضا المواطنين وكده كده الحكومه بتاخد من الناس دي ضرايب فالضرايب دي تقدر تعمل بيها ايه تقوم مديه منها للشركات الخاصه فلوس مقابل انشائها لهذا المشروع او ممكن تديها تدي للشركه الخاصه احقيه الانتفاع بالمشروع ده لمده 20 سنه يعني ايه حقية الانتفاع او حق الانتفاع ان الشركه الخاصه تقعد تشتغل تشغل المشروع ده وتاخد ارباح من الناس من الناس نفسها وتاخدها لنفسها لمده 20 سنه. طب احنا كده كسبنا ايه؟ الناس كده كده هتدفع تكاليف مش مشكله. تروح للشركه الخاصه برضه مش مشكله، بس بعد ما يخلص 20 30 سنه هيبدا المشروع ده يرجع للدوله مره اخرى فارباحه تصب في الدوله فنعمل بيها مشاريع اخرى خلي بالك. وفي كده كده في جميع الاحوال المواطنين استفادوا ان احنا عملنا لهم مشروع. فهمت قصدي ايه؟ فده زي الطرق السريعه فنبدا نلم من الناس فلوس في الكارته مثلا لما بنيجي معديين من اي محافظه للتانيه بتلاقي كارته كده والدك بيقف عليها ويدفع فلوس لو انتوا عندكم عربيه يعني لو فاهم قصدي ايه؟ او بتلاقي مثلا بتدفع ضرائب لما تيجي تعمل الرخصه كل دي حاجات بتصب في ارباح ايه المشروع في الاخر بنديها احنا بقى للشركات الخاصه لمده مثلا 20 سنه مقابل انشائهم للمشروع اصلا في الاول طب ما كنا ننشئه احنا لا ممكن مش معانا فلوس ممكن الحكومه ما عندهاش الميزانيه الكافيه ان تنشئ مشروع ما فتجيب شركه خاصه عندها تمويلها الخاص تنشئ المشروع ده ومقابل ده بنديهم حاجه يعني احنا بنكسب وهم بيكسبوا فهمت الشبكه عامله ازاي تعال نشوف بقى الخمس انواع اول نوع فيهم وده الطفهم خالص وده النوع التقليدي بي او تي يعني ايه بي او تي بيلد ادي اول حاجه اوبريت ترانسفير سهله جدا اول حاجه بيلد يعني هتيجي الشركه الخاصه تنشئ المشروع وتبنيه بمالها الخاص بفلوسها الخاصه اوبريت يعني بنقول لهم بقى ايه شغلوا المشروع ده ونديكوا احقيه الايه بنسميها كونسيشن كلمه كونسيشن يعني امتياز حق الامتياز يعني ايه حق الامتياز بنقول للشركه الخاصه نتيجة إن انت بنيتي المشروع أنا هكافئك، هديلك أنا كحكومة، ما هي الأرض أرضي والبلد بلدي، فأنا اللي خليتك تبني على الأرض دي أصلاً، فأنا هديك أحقية الانتفاع بهذا المشروع لمدة مثلاً 30 سنة. 30 سنة تشغلي المشروع ده، تعملي له أوبريشن أو اوبريت تشغليه، وتنتفعي بأرباح الناس اللي هتجيلك منه لمدة 30 سنة، بس بعدها هتعملي نقل للملكية المشروع للدولة مرة أخرى، للحكومة، هي دي كلمة ترانسفير. يبقى هتبني المشروع تشغليه لمده لمده معينه بنسميها مده الامتياز او حق الامتياز الكونسيشن وفي الاخر لي كملكيه. بيلد اوبريت ترانسفير. في حاجه صعبه؟ سهله جدا ولسه هنقرا تفاصيله من الورق. طب النوع الثاني؟ عكسه. في بس خطوه اتبدلت مع خطوه. ما مش تفرق اي حاجه في ارض الواقع. بيلد ترانسفير اوبريت ازاي؟ يا شركه يا خاصه ابني المشروع. انقلي ملكيته للحكومه مباشره عشان يبقى الملك ملكي. بعدها انا كحكومه اتعهد ليكي ان انا ااجره ليكي تاني ما فيش اي فرق في نفس القعده هنعمل عقد ايجار ليكي لمده مثلا 20 30 سنه الميزه في الايجار ده ايه ان انا أسمح لك ااجره لك واسمح لك تنتفعي من الناس بالارباح اللي هتجيلك خلال هذه المده وهتديني ايجار صغير جدا فدي حلوه لما الحكومه تحب ايه تطلع بمنفعه برضو تكسب من المشروع اكتر مش مجرد اديهولك تشغليه وفي الاخر تنقليه ملكيته خلي بالك ده على حسب حجم المشروع وعلى حسب مدى احتياج الحكومه ليه في اعتبارات كتيرة جدا في اعتبارات أو اعتبارات كثيرة جدا تخلينا نختار ده ولا ده كل ده حاجات هتتاخد في الحسبان ممكن الشركة الخاصة هي محتاجة المشروع ده جدا فساعتها الحكومة تضغط عليها تقول لها لا احنا هنشتغل بالبي تي او ليه تبني تدهوني كملكية ابدا اجرهولك وتاخدي والايجار ده هيصب في مصلحة الحكومة في الاخر نبني بيه مشاريع تانية مثلا او يزود ميزانية الدولة فاهم قصدي لكن بي او انت هتبني المشروع بعدها تشغليه 30 سنه بعدين ترديني ملكيته تاني في الحالتين انت هتاخدي الارباح من الناس اللي هتستخدم المشروع ده اللي هم اليوزرز هتاخدي ارباح منهم لمده 30 سنه مثلا دي بنسميها مده حق الانتفاع او حق الامتياز طبعا المده دي بتبقى في الغالب من 20 ل 30 سنه او ممكن توصل ل 40 سنه وفي بعض المشاريع اللي وصلت 100 وحاجه سنه زي قناه السويس مثلا فاهم الفكره ايه عشان كده في مفهوم اظنك اول مره تفهمه <applause> بس مش هنطول فيه يعني ده مش عارف ايه اللي جاب السيره كلمه تاميم ان نرد المشروع لصالح الدولة او لملكية الدولة ده اسمه تأميم عشان كده عبد الناصر في المشهد المشهور قال لك ايه؟ نعلن تأميم شركة قناة السويس بتاعت الملاحة والبحرية ومرور السفن والجو ده فهنأممها يعني نرجع ملكيتها للبلد بعد ما كان الانجليز اللي بنوها خدوا حق انتفاع ليها لمدة طويلة جدا استمرت من استمرت لحد الخمسينات من القرن المنصرم يعني فاهم الفكرة ايه؟ طيب دي الطريقة الثانية بي تي او يبقى فرق بس ان الملكية هتتنقل الاول بعدين الحكومة تأجرها لك تشغلها لكن هنا انت بتبني وتشغل لمده 30 سنه ولا حاجه وتنتفع بالارباح بعدين ترجعها للحكومه ادي طريقتين الطريقه الثالثه بي او او وبي او او تي خلينا ناخد بي او او تي الاول دي انا عايز اكتب دي الاول بي او او تي بعدها بي او او بس طيب البي او او تي سهل خالص خلينا نمسح الشرط دي احنا كده خدنا دي انا عايز لون مختلف اهو مثلا خدنا دي وخدنا دي تعال الثالثه بقى بي او او تي يعني بيلد اون اون يعني يمتلك كلمه اون يملك شيء معين حتى owner اسمه المالك فكلمه اون يعني يمتلك بي او او تي يعني لضيق الوقت انا عايز اقول لك ما فيش اي فرق في اللي انت عليك بين دي ودي الاثنين هم هم بالظبط يعني الفرق طفيف جدا مش هقوله دلوقتي ولا اقوله لك ها هنطول على الفاضي يعني المهم بيلد يعني بقول للشركه الخاصه ابني المشروع بعدها امتلكي هذا المشروع انت تملكي هذا المشروع دلوقتي ايه الفرق بين اللي هناك دي اللي هناك بنت وما اتعملهاش عقد ملكيه بهذا المشروع لا هي بنت ونتيجة أو مقابل بناها ده ادينا لها أحقية كدولة كحكومة إنها تشغله لمدة 20 سنة تعمل أوبريت مباشرة، لكن هنا هي بنته وصار ملكية خاصة بيها، دي أول نقطة، بعدها شغلته أهو عملت أوبريشن لمدة مثلا أهو لمدة 20 30 سنة، ومكتوب في العقد إن بعدها هيتم ترانسفير ليه هيعمل ترانسفيرنج أو نقل ليه لصالح الدوله مره اخرى يبقى بيلد ادي اول حاجه اون اوبريت بعدها ترانسفير فالفرق الخطوه بتاعت الاون دي ان هي بعد ما بنته امتلكته صار في ملكيتها على عكس البي او تي البي او تي كان ايه نفس المبدا بالظبط في ارض الواقع هي بنت المشروع بعدين شغلته وبعدين نقلت ملكيته للحكومه في الاخر او ادت ملكيته للحكومه وادارته وتشغيله وكل حاجه لكن هنا امتلكته الاول فرق طفيف جدا صح بس اعرف فاهم الفكره ايه عشان كده التعريف بتاع ده شبه جدا التعريف بتاع ده وهم في ارض الواقع اصلا اتنين واحد لكن الفرق في ايه ان بنعمل عقد ملكيه للشركه الخاصه بعد ما تبني المشروع بيبقى بيلد اون اوبريت ترانسفير ده البي او او تي هناك فروق اخرى واحنا تجاوزنا في الشرح يعني الموضوع اكبر من كده بس صدقني انا مش مش عايز اطول يعني طيب ده النوع الثالث النوع الرابع اللي هو البي او او فقط البي او او فقط ده سهل جدا بقى ليه ومميز حتى ده لما يكون الدولة محتاجة تعمل مشروع لأجل النفع العام يعني عايزة تفيد البلد ومش من مش عايزة ترجع المشروع ده لايه؟ لملكيتها مرة أخرى هي عايزة تسد خانة عايزين نعمل يا جماعة شركة معينة بتعمل مثلا منتجات فلانية والشركة والشركة دي مش عارفين ننشئها فاحنا هدفنا بس ننشئها ونجيب شركة خاصة تنشئها وتكمل إدارة ليها يعني لمدة 30 سنة وبعد ال 30 سنة مش هترجع لنا ملكيتها ولا حاجة احنا نجدد لها عقد إدارة الشركة دي مرة أخرى مش, مش عايزينها احنا ملكيتها مش نفعانة الحكومه مش عايزه في يوم من الايام تتولى ملكيه الشركه دي اصلا فده اشبه ما يكون بالخصخصه عارف يعني ايه خصخصه ان الدوله تيجي لحاجه معينه وتوكل ادارتها وتنفيذها وترتيبها وشغلها كله لشركه خاصه عموما بقى في المطلق مش عايزين ملكيتها ترجع لنا مره اخرى فاهم فكره ايه بس احنا هنظل في اشراف من بعيد كده عشان ايه انتوا برضو داخل حدود البلد وبتشتغلوا لصالح البلد بس انتوا كشركه خاصه خدوها بقى خلاص هي جانب كامل انا كدوله يهمني بس ان الجانب ده يتسد زي شركات الميه مثلا انا عايزه شركه مياه مثلا تخدم الجانب ده في في الصحراء فانا يهمني ان الناس هناك ياخدوا مياه، انا كده كحكومه كسبت خلاص انتوا بقى كشركه خاصه اقعدوا ابدا الظهر هنا واعملوا قدموا خدمه الميه مقابل قليل من المال انا هاشرف عليه عشان ما يعلاش عن القدر المطلوب وانا مش عايز الملكيه ترجع لي في يوم من الايام حتى طب بنحط مده ليه مجرد تجديد للعقد نقول لك مثلا بعد 20 سنه هنيجي نجدد لك العقد تاني وتبدا تكمل تعيد دوره من جديد لكن مش هنسترد ملكيه المشروع ده خالص احنا كحكومه يعني فاهم يعني فكرة ايه؟ فده بنسميها بي او او، بي او او اختصار ايه؟ بيلد بعدها اون الشركه الخاصه هتبني المشروع، بعدها تمتلكه، بعدها تاوبريتو، تبدا تشغله، ايه ده مفيش ترانسفير؟ اه، بعد مده ما بنبدا نعمل ري نيجوشيشن او اعاده تفاوض مع الحكومه. ممكن على فكره خلي بالك، ممكن بعد المده دي الحكومه تقول لك فركش المشروع. يعني خلي بالك ده النوع ده من العقود قد نلجا اليه في حاله ان الحكومه مش عايزه مش عايزه, مش عايزة تسترد الملكيه واصلا مش عايزه المشروع يكمل. ممكن المشروع ده يكون عباره عن كوبري مثلا بعد أو, او طريق سريع بعد 20 30 سنه هيكون اصلا العمر الافتراضي بتاعه خلص فنحاول نهده اصلا مثلا انا ببدا ابدا أي مثال فالحكومه مش مش في مصلحتها ان تحط فكره ترانسفير دي لان الترانسفير ده هيبقى خلي بالك الشركه الخاصه عشان ت... لما تقول لها انت هت... هت... هتعملي ترانسفيرنج للملكيه ليا ده كده ميزه لصالحك فهتشترط شروط ليها زياده فانا كحكومه مش مضطر ان انا احط الشرط ده اصلا لا مش عايز الملكيه لان انا عايزكم تشغلوه لمده 20 سنه وبعدها هفور المشروع ده اصلا هلغيه مثلا او هديكوا تجديد للعقد فاهم قصدي ايه فبيلد الشركه الخاصه تبني المشروع بعدها تؤون المشروع تمتلكه بعدها تشغله لمده ما طيب بعد المده دي ما تخلص ممكن اعمل رينيجوشيشن اعاده تفاوض مع الحكومه عشان تجديد العقد مره اخرى فنبدا نكمل اوبريشن بقى فاهم قصدي ايه فده نوع اخر من العقود يعني نحتاجه اليه في كثير من الاحيان امتى مش لعبتك؟ احنا الوقت مش كافي ان احنا نشرح امتى ومش عليك اصلا. ده شغل بقى الناس بتاع الايه المحاماه وغيره والاستشاريين وكده. فدي البي او او في حاجه محتاجه حفظ ده لعب والله يا جماعه لعب فعلا. بي او تي بي تي او بي او او تي بي او او كنت الاول شايفهم ان هم اغنيه مثلا، دلوقتي الكلام بقى سهل. انا هبلد الاول كشركه خاصه هشغل بعدها هنقل ملكيه ملكيه المشروع للحكومه بعد 30 سنه ولا حاجه. هنا لا انا هبني بعدها انقل ملكيته للحكومه بعدين الحكومه تاجره لي فشغله انا هنا هبني همتلكه هعمل عقد ملكيه ليا كشركه خاصه هشغله لمده 20 سنه بعدها انقل الملكيه مثلا لايه للحكومه ممكن 20 30 سنه الى اخره هنا لا ده اشبه واحد بالخصخصه انا مش هنقل ملكيته للحكومه اصلا ده بقى كان المشروع بقى بتاعي وكانه بقى ملكي انا كشركه خاصه انا هبني همتلك المشروع هأدير المشروع لمدة ما بس بعدها يا يعني إما المشروع هيبخر لا اما هعمل ايه هعمل تفاوض مع الحكومه ان يتمد لي المده دي مره اخرى لكن الحكومه مش في مصلحتها ان يرجع لها اصلا فهنا اشبه ما يكون بالخصخصه كلمه خصخصه اللي هي براي براي برايفتايزيشن يا لهوي على الكلمه برايفتايزيشن او اللي هي خصخصه فاهم قصدي ايه قصدي ايه وساعات بنسميها اوت رايت برايفتايزيشن اوت رايت يعني شيء صارخ او واضح جدا فدي عباره عن اشبه ما يكون بالخصخصه الواضحه جدا شركة بقت من اختصاص شركة أخرى مصلحة عامة أو مرافق عامة أصبحت من اختصاص شركة خاصة فاهم قصدي إيه تشرف عليها وتديرها بغير حد ولا قيد. النوع الأخير وده نوع لطيف جدا وبسيط يعني ما أي أكشن اسمه دي بي اف أو طبعا حسيته بقى إن هو شكله جديد بقى ولا الهوا ديزاين أول واحدة بيلد فاينانس أوبريت ولا عايزك تتخطى سهل جدا إحنا هنجيب شركة خاصة نقول لها احنا كحكومه بقى احنا عايزين عندنا خدمه عايزين نتقدم للمواطنين ومش عندنا استعداد نعملها دلوقتي فهنعمل ايه نجيب شركه خاصه بتمويلها الخاص نقول لها ابني المشروع ده اعملوا له الاول تصميم وبنى بيلد وموليه ادفعي فلوس وشغليه واعملي كل حاجه وشغليه بص كل حاجه بس ايه بقى كان المفترض ان تقول لي طب ما ده شبه ده بالظبط صح كده الاثنين دول شبه بعض ما هو ده برده بتبني وتشغل المشروع صح وهنا على فكره ممكن برضو نرجع الملكيه للحكومه في الاخر الفرق مش في الترانسفير لا الفرق في حاجه مهمه جدا في البي او تي الحكومه الشركه الخاصه كانت تبني المشروع وبعدها نديها حقية تشغيله ل 20 30 سنه بعدها ترجعه لنا تقولي طب هي كسبت ايه اقول لك انها لما شغلته 20 30 سنه خدت ارباح من الناس عوضتها عن المبلغ اللي صرفته في البناء والزياده يعني كسبت صح كده اهو الفرق بقى انها هنا هنا في البي او تي بتاخد ارباح من الناس لكن في الدي بي اف او مش هتاخد ارباح من الناس تقول لي ازاي هي هتبني المشروع وهتشغله ببلاش الناس تاخد الخدمه مجاني يعني طريق سريع مثلا مفتوح ما فيهوش اي فلوس ما حدش بيدفع فيه فلوس فيه تقول لي طب الشركه دي استفادت ايه اللي هيدفع لها الفلوس هي الحكومه الحكومه هي اللي هتتوكل بدفع الفلوس للشركه الخاصه تقول لي هو ده ينفع ايوه يا ابني ما هي الحكومه عايزه تقدم الخدمه دي للمواطنين فهي هتدفع فلوس للشركه الخاصه مقابل انشاء المشروع ده وتقول لهم انا هديكم فلوس ازاي بقى تقول طب ازاي هنحاسب كده الناس الطريق ده مثلا احنا بنعرف الفلوس اللي هناخدها لان بناخد من كل واحد يعدي منه طب افرض الحكومه هي اللي هتحاسب هل الحكومه هتقعد بقى تعد الناس اللي عدت قال لك لا هنعمل حته متوسط نشوف متوسط الناس اللي بتعدي سنويا مثلا 1000 ونتفق على الرقم ده جميل ده المتوسط بتاعنا 1000 مثلا مش هنقعد نقيس بقى اول باول مش هنحط كارت اصلا احنا هنعمل تقييم ايفالويشن uh, بنسميها predetermined فاليو قيمه مقدره هنقول مثلا يا شركه يا خاصه ايه رايك في 1000 واحد بيعدي سنويا هل ده الربح بتاعهم يبقى كافي بالنسبه لك هتقول لي اه هقول لها انا كحكومه خلاص انا كل سنه هديك الربح بتاع الألف 1000 دول أحاسبك على الواحد بخمسه يبقى خمسة في ألف يعني هديك خمسة آلاف جنيه سنويا يا شركة يا خاصة المبلغ ده ثابت لا يتأثر بأي عامل خارجية هتفضلي تاخديه كل سنة حتى لو ما عداش ولا مواطن أنا هديك الخمس آلاف ده يبقى خلي بالك يبقى ده شبه ده بالظبط إلا إني عمليه الربح اللي بتجنيها الشركه الخاصه لا تكون من قبل الدرا.. لا تكون من قبل ال... ال... الفيز اللي هي المدفوعات من قبل اليوزرز المستخدمين لا اللي بيدفع هي الحكومه نيابه عن اليوزرز هي اللي بتدفع مكانهم عشان تخلي الخدمه دي تقدم مجانا فالشركه الخاصه تستفيد انها بتاخد فلوس من الحكومه والحكومه تستفيد انها قدرت تعمل الخدمه دي للناس ببلاش بس خلاص كده طب تقول لي استنى ايه لي... ايه مصلحه الحكومه في كده يا ابني الحكومه دي اصلا اصلا عباره عن ممثل عن الشعب، ما عندهاش فلوس خاصه بيها، الحكومه دي مش حد بعينه، ده هو إدارة الدولة، فالفلوس اللي الحكومة بتدفعها للناس للشركة الخاصة هنا هو هي عبارة عن أصلاً أموال الضرائب. أموال الضرائب. والضرائب أموال الضرائب دي جت منين معلش؟ إم أموال الضرائب دي جت من الناس. يعني وكأني هنا الناس بتدفع وهنا الناس بتدفع، بس هنا الناس بتدفع مباشرة على الطريق، لكن هنا الناس بتدفع عن طريق الضرائب اللي هم دفعوها. الضرائب دي اصلا المفروض انك بتديها للحكومه عشان تعمل لك بيها خدمات فانا عارف انك بتنبهر دلوقتي ايه ده وده ده بيحصل اه والله يا ده الصح اصلا يعني اموال الضرائب بتصرف على الحاجات دي المفترض فالسؤال ده على فكره خطير جدا ويجي في امتحان يقول لك ايه الفرق بين الاثنين دول باختصار شديد هنا الشركه الخاصه بتبني بعدها تشغل المشروع لمده 30 سنه مثلا بعدين تنقل ملكيته للحكومه لما بتشغله بتاخد در... بتاخد فلوسه من الناس اللي معديه من اليوزرز على الطريق مثلا لكن هنا الحكومة بتتعاقد مع شركة خاصة تبني المشروع وتشغله لمدة معينة وما بتلمش أرباح من الناس، ده بتاخد الأرباح من الحكومة اللي إيه؟ اللي هي مصلحتها إن إن الخدمة دي تقدم للمواطنين مجاني، يبقى شركة خاصة بتجني أرباحها هنا من اليوزرز مباشرة، لكن هنا بتجنيها من العطاءات اللي بتاخدها من الحكومة مباشرة سنويًا. واحد ذكي هيقول لي حتة حلوة قوي لو خد باله منها، تعرف إن ده أحسن بالنسبة للشركات الخاصة جدًا؟ حلوة أوي الدي بي إف أو ده، لأن هي كده ضامنة انها الربح بتاعها ثابت وهتاخده من الحكومه بغض النظر عدى يوزرز كتير، عدى يوزرز قليل ملناش دعوه، بل بالعكس بقى ده في حته تانيه اهم. افرض مثلا احنا عندنا المنطقه الف المنطقه الف ايه مثلا والمنطقه بي وعندنا طريق مثلا عملناه بيوصل ما بينهم كده. ده الطريق الاولاني، فالشركه الخاصه عملت الطريق ده. بعد ما عملته لو عملته مثلا بالعقد بتاع بي او تي اللي هو بس مجرد انها تبني المشروع مقابل انها تنتفع بيه ل سنه تاخد من الناس فلوس فيه. وبعدها تنقل ملكيته للحكومه الحكومه ملهاش دعوه خلال ال 30 سنه دول الحكومه مش تدفع مليم للشركه الخاصه حلو طيب لو بنيناه بالبي او تي وبعد بنا بسنتين ثلاثه لقينا ان حد قام جاي او الدوله نفسها كانت عملت الطريق كده الدوله نفسها اللي عملته ليك عندي حاجه مالكش ماليش دعوه فإلا يحصل، كل الناس اللي معديه هتعدي من هنا ومش هيجوا للطريق بتاعي خالص فانا كده كشركه خاصه ايه خسرت خساره فادحه لان انا مش هلاقي ناس تعدي عشان تديني اصلا ارباح فانا كده ايه خسرت لكن استنى بقى افرض انا كنت عملت اصلا الطريق اللي تحت ده بعقد من النوع بتاع دي بي اف او اللي الحكومه فيه اصلا بتتعهد باعطاء مبلغ سنويا عباره عن قيمه تقريبيه للمتوسط اليوزرز اللي هيعدوا حتى لو مفيش ولا يوزر عدى طب ما كده لو الحكومه جت عملت الطريق الجديد ده انا برضو ما خسرتش كشركه خاصه ليه لان ارباحي اصلا مش باخدها من الناس ده انا باخدها من الحكومه فشركات دي بي اف او بيضمن احقيه الشركه الخاصه في الانتفاع حتى لو مفيش يوزرز عدوا بيضمن ان ما يتعرضوش لاي قرار من الحكومه باي ابجريد ابجريد يوديهم في داهيه يعملوا مثلا طريق جديد ياخد منهم من الزباين لا مش فارق معانا في الدي بي اف او مش فارق معانا لكن لو كنا بي او تي كنا نروح في داهيه لان كان شركه خاصه خسرت خساره خرافيه ده كده يعني تقريبا كل حاجه كل حاجه في الدرس حتى الدرس كده خلص ك... ككلام محتاجك تفتكره اللي جاي بقى الخمس الخمس انواع انت عرفتهم وحتى النوع الخامس تحتيه خمس انواع برضو عرفتهم ناقصنا نعمل ايه؟ نقرا الدرس هتلاقي الدي بي بي بنعمل تصميم للمشروع نعرضه للمناقصه واحد يكسب فيبني التاني لا بنروح لجهه واحده هي اللي جواها حد بيصمم وبعدها هو نفس الحد معاه ناس في الشركه هيبنوا فده بيبقى اسرع بعدها بنجيب كونستراكشن مانجر يشرف على المشروع نيابه عنا بعدها واحنا ليه محتاجين كونستراكشن مانجر؟ طب ما احنا نفسنا عندنا خبره كاونر انا نفسي اللي اشرف على المشروع اللي هو كونستراكشن مانجمنت مالتي برايم عشان بتعاقد مع ناس كتيرة يعني في نفس الوقت او شراكة بين القطاع العام والخاص هناخد الخمس انواع ونقراهم من السلايدز ونحل الاسئله ويا بارك الله في مرزق عايزك لما تيجي تذاكر تتعلم تذاكر بهذه الطريقه ولو وصلت لحد هنا انزل الايه قول لي رايك في التعليقات ويعني اتمنى تفتكرني بدعوه يعني يلا بينا طيب تعالى على السلايدز هنا بيقول لك ديليفري ميثودز طرق تسليم المشروع وتنفيذه اند كونتراكتنج استراتيجيز واستراتيجيات اتمام عمليه المقاوله والتعاقد مع الناس وغير ذلك ممكن نعمل ده بكام طريقه اول حاجه عايزين نقراها بسرعه انت الراجل المفروض فهمت يعني هتلاقي الكلام سهل جدا وات داز بروجكت ديليفري مين يعني ايه بروجكت ديليفري يعني تنفيذ المشروع وتسليمه والتعاقد مع الناس ومين هيعمل ايه والترتيب والاكتيفيتيز اللي هنعملها عشان ننجز المشروع في الاخر ذا project ديليفري از هيجي في الامتحان of the relationships of the parties هي هيكلية العلاقات بين الفئات اللي مشتركة في المشروع ده مين هيعمل مين هيتعمله تشمل هذه الاستراكشر تشمل ايه rules الادوار مين هيعمل ايه and responsibilities مين مسؤول عن ايه of the parties parties يعني ايه جمع party مش معناها حفلة معناها طرف اطراف parties يعني اطراف المشروع المقاول السب كونتراكتورز الاونر اللي مش عارف مين الى غير ذلك and the general sequence والترتيب والتسلسل العام of activities بتاع الحاجات اللي هتتعمل عشان ننجز المشروع في الاخر required to deliver the project والله العظيم مفهوم يا جماعه مش محتاج تحفظها خلاص كده تحفظها حاجه هيجي امتحان يقول لك ايه هي الحاجه اللي عباره عن هيكليه العلاقه بين الناس اللي جوه المشروع اقول له دي اسمها project delivery يعني تسليم المشروع او تنفيذ المشروع فاهم قصدي ايه قال لك it defines it هنا عايده على project delivery ال, ال, ال الشيء ده اللي هنقول لك مثلا هنعمل المشروع بالدليفري ميثود الفلانيه دي هتعرفني ايه؟ هتعرفني ديفاينز هاو ذا بارتيز ار ريليتد تو اتش كل هتعرفني كل طرف ما ايه علاقته بالاطراف الباقيه؟ مين هيعمل ايه ومين هيعمله امتى وهياخد مقابله كام والى غير ذلك تو اتش اذر contractually يعني بشيء تعاقدي تعاقديا او مقاوليا قلنا المقاولات ما هي الا عقد اصلا عقد بيتعهد في طرف باتمام مهمه معينه لطرف اخر مقابل من المال مقابل عطاء من المال throughout the progress of the project على مدى انجاز المشروع او ايه تقدم المشروع وتحقيقه يعني وانجازه يا يعني بتعرفك كل طرف ايه علاقته بالاطراف الباقيه على مدى انجاز المشروع طول ما احنا شغالين في المشروع مين هيعمل ايه ومين هيعمله امتى وازاي وغير ذلك دي اللي بنسميها بروجكت delivery فاول حاجه هتقول لي ايه طيب وايه انواع البروجكت delivery او اللي بنسميها بروجكت ديليفري ميثودز يجي يقول لك على طول اهو تعال نشوفها خمس انواع تعال بس الاول نقرا دي قال لك ات مي سيم ممكن يبدو ليك: like the relationships between the project owner, designer and contractor are easy to define and quantify. ممكن يظهر لك ان العلاقه بين الاونر بتاع الشركه بتاع المشروع والديزاينر اللي هيصمم والكونتراكتور اللي هينفذ يبان لك ان العلاقه بينهم سهله يعني. حاجه معروفه لا، but many projects ولكن في بعض او كثير من المشاريع require these relationships to be adapted or changed to meet the project objectives. ممكن كثير جدا من المشاريع بتحتاج ان العلاقات بين الاطراف دي تتغير او تتعدل ادابتد يعني تتعدل او تتغير عشان ايه عشان نلبي بيها احتياجات المشروع ممكن المشروع ده مش هينفع يتعمل بالطريقه التقليديه فاحنا مت... اوعى تفكر الموضوع سهل وان يا جماعه ليه محتاجين نعمل بروجكت ديليفري مختلفه عن التانية لا كل مشروع ممكن احتياجاته تجبرك تغير العلاقه بين الكونتراكتور والديزاينر والاونر فاهم قصدي ايه ولهذا نشات بروجكت ديليفري ميثودز مختلفه على سبيل المثال فور اكزامبل ا فاست تراك، ا تراك بروجكت يعني المشروع اللي محتاجين نعمله بسرعة، مشروع سريع محتاج ينجز بسرعة. الأونر بتاعه may go to contract with one party، ممكن يوفر على نفسه مش محتاج يروح بقى يعمل الأول تصاميم، يبقى دي أول تعاقد أهو، يروح يتعاقد مع واحد يعمل له ديزاينز، بعدها يعمل له بيد أو يعمل له تندر. مناقصه، بعدين يختار واحد من اللي هيعرضوا البيتز بتاعتهم، بعدين يبدا بناء لا مفيش وقت لكل ده، فيروح يتعاقد مع شركة واحدة عندها ناس بتصمم وعندها ناس بتنفذ، فيبقى كده ده نوع جديد من التعاقدات، فهمت الفكرة إيه؟ يبقى يجي يقول لك في امتحان الفاست تراك بروجيكت بيحتاج إيه؟ بيحتاج نوع معين من التعاقدات السريعة اللي بتتعاقد فيها مع وان بارتي مع طرف واحد فقط شركة واحدة. إيذر ذا ديزاينر أور ذا كونتراكتور، ممكن أروح أتعاقد مع مصمم او واحد بتاع يعمل الديزاين وكمان هو اللي ينفذ او كونتراكتور يكون عنده تصاميم سابقه خلي بالك من الحته دي ان ديزاين بيلد اجريمنت اللي هي بنسميها دي بي او ديزاين بيلد اللي خدناها قلنا في ديزاين بيت بيلد وفي حاجه اسرع اسمها ديزاين بيلد مباشره بروح لجهه واحده بتعمل الاثنين وفي الغالب بيكون شركه على فكره بيكون عندها تيم كامل للديزاين وتيم كامل بعدها للانشاءات او للكونستراكشن By contracting with only one entity for the project لما تتواصل مع شركة واحدة فقط تعمل لك الاثنين they have simplified the payment process هيوفروا عليك او يسهلوا عملية الدفع لأنك بدل ما تدفع لحد بعدين تدفع لحد تاني هتدفع لحد واحد and allow the designer and contractor to work together وهيخلوا المصمم يشتغل مع الكونتراكتور في نفس المكان from the beginning طب ده هيفيدنا في ايه؟ الكونتراكتور دايما متعود ان بيجي له تصاميم جاهزة ينفذها فيبدأ هو يعترض عليها يقول لك التصاميم دي مش عملية ده شغل طلبة مين اللي رسم لك التصميم ده لا هنا بقى هيبقى الكونتراكتور موجود من اول الشغل مع الديزاينر جنبا الى جنب يعدل اي حاجه محتاجه يعدلها اول باول مش نخلص التصاميم بعدين نلاقي نفسنا محتاجين نعدل فيها عشان الكونتراكتور شايفها غير عمليه شفت كل دي فوائد او هتسرع الشغل بتاعنا في حاله ان احنا مشروعنا فاست تراك وان احنا مستخدمين الدي بي او الديزاين بيلد اجريمنت فهمت الموضوع حلو ازاي يبقى ده اهو ده بالنسبه لنا اوبجكتيف محتاجين نحققه ان نخلص المشروع بسرعه ولهذا لجأنا لما يسمى بالديزاين بيلد للنظام التعاقد بتاع الدي بي اللي بنتفق فيه مع شركه واحده فقط وده باختصار هيعمل لنا ايه شورتنينج ذا اوفرول بروجكت سكيدجول هيقلل ايه المده الاجماليه بتاعه المشروع هيخليه اسرع يعني يتعمل بسرعه لان احنا اختصرنا كل حاجه بدل ما الديزاين يشتغل لوحده وبعدها الكونتراكت يشتغل لوحده لا الاثنين مع بعض وننجز يبقى شورتنينج ذا اوفر اول بروجكت سكيدجول بالراحه خالص اهو المده الاجماليه للمشروع هتقل ده كده كلام حلو طب ايه المش... ايه الانواع الرئيسيه اللي بنتم بيها انجاز اي مشروع في الدنيا كونستراكشن بروجكت ديليفري ميثودز طرق انجاز وتسليم واتمام اي مشروع قال لك خمس انواع هناخدهم هل في انواع اخرى ايوه انت عليك الخمسه دول بس وعلى فكره هم دول الاشهر على الاطلاق اول نوع ديزاين بيت بيلد ديزاين بيلد كونستراكشن مانجمنت ات ريسك كونستراكشن مانجمنت مالتي برايم برايفت بابليك او بابليك برايفت بارتنرشيب او اللي هي بي بي او بي 3 اظن دلوقتي اتمنى يعني تكون فهمت ان ممكن الحاجه اللي مرصوصه وخلاص ترصها انت بمعرفتك بشكل يقوي ايه يقوي فهمك ليها يخليه في دماغك متهيكل صح وتقعد تتكلم مع نفسك كده وتقولها وتروح وتيجي وتكتب على ورق ما لا يكتب لا يتعلم لو ما قعدت تذاكر كده بالسمع وخلاص حلو بس حاول تعمل في يوم الايام الحاجات دي بنفسك ما تبقاش دايما متلقي خليك متلقي بعدين تنفذ انت لو انت هدفك تبقى مبدع في يوم الايام لكن لو هدفك تاخد معلومه وتروح تنام بعدها زي الفل انت كده زي الفل هتجيب درجه حلوه ان شاء الله لكن انا نصيحتي لله اعمل ده في مواد ثانيه مع نفسك واعمل ورق خاص بيك واعمل كشكول دون فيه ملاحظاتك وطريقه تلخيصك للدرس وشرحك ليه كل ده هيفيدك والله واعمل ريكورد وسجل فيه لنفسك وانت بتشرح ما توروش لحد بس اعمل فاهم قصدي ايه كل ده هيقوي عندك مهارات كتيره انت لن تدركها الا بعد ان تكتسبها وده انا بقول لك من واقع التجربه انا قبل ما قبل اعمل القناه غير النهارده تماما وغير ان شاء الله قدام لما احاول ازود ده مع نفسي وان كنت كنت بعمل ده مع نفسي على فكره برضه بس لما عملته بشكل موسع اكتر انا استفدت فاتمنى تكون انت مستفيد بده يعني فالخمس انواع دول يلا ناخد واحد واحد فيهم طبعا المنهج سردي بس احنا لما جينا نلخص في اخر الدرس خدناه بشكل ايه بشكل ملموم كده شويه اول نوع ديزاين بيت بيلد قلنا بنعمل التصميم ونروح لجهه معينه تعمل لنا التصاميم بعدها نبدا نعرض التصاميم دي في مناقصه علنيه ونختار واحد من الناس اللي هيقدمه بعدها هو اللي يعمل بيلد يبقى دي الطريقه التقليديه ودي اشهر انواعها على فكره اشهر انواع إدمام اي مشروع هي الطريقه دي مشهوره جدا وبتبقى ارخص حاجه على فكره مشهوره ورخيصه وحلوه جدا بس ممكن تبقى مشكلتها ايه بتطول معانا في المده فدي مشكله والكونتراكتور ما بيشوفش الديزاين الا بعد ما يخلص فدي كلها ازمه فزي زي ما كل حاجه ليها مميزات ليها عيوب دي رخيصه اه بس فيها عيوب كتير تعال نشوف قال لك ديزاين بيت بيلد اللي هي التريديشنال ميثود الطريقه التقليديه از ذا موست بابيولار بروجكت ديليفري ميثود هي اشهر طريقه مستخدمه لاتمام اي مشروع مشهوره جدا يقول لك في الامتحان ما هي اشهر طريقه مستخدمه لانجاز المشاريع ديزاين بيت بيلد او دي بي بي ده سؤال في الامتحان ولو ما عرفت ده سؤال جه في الامتحان وجه في, في الكويز فاعرفه بقى يبقى اذ ذا موست بابيولار بروجكت ديليفري ميثود هي ايه ديزاين بيت بيلد الطريقه التقليديه اللي خدناها في الدروس اللي فاتت اند ات ثوت تو ريزلت ان ذا لوست كونستراكشن برايس ومن المتوقع او من المعتقد انها سيترتب عليها او سينتج عنها اقل تكلفه ممكنه للانشاء فعلا هي تكلفتها قليله فاهم قصدي ايه لان انت بتخ... ليه تكلفتها قليله عشان ما نقولش حاجه وخلاص لانك لما بتعمل بد بيتعرض عليك اكتر من مقاول فبتشوف اشكال والوان مختلفه فبتختار احسن واحد فيهم في الاخر وارخصهم سعرا لو عرفت يعني فهي بتودي لك في الاخر لاقل حاجه بس المشكله كان ده كله بياخد ايام كتير واسابيع فهيطول مده انشاء المشروع وده مش مناسب دايما لما يكون انت مثلا عايز تعمل مشروع سريع فاست تراك مشروع عايز يخلص بسرعه مش لسه هنعمل يعني بقى مناقصه ونختار قال ايه بقى اور الاركتكت اللي هو اسمه اركتكت المهندس المعماري يعني المعماري او اللي بنسميه مصمم كل واحد اند جنرال كونتراكتور ورك دايركت دايركتلي فور ذا اونر اندر سيبريت كونتراكتس بيقول لك هنا بقى في التعاقد ده احنا بنتعاقد الاول مع الديزاينر بعقد منفصل عن لما نتعاقد في الاخر مع الكونتراكتور اللي هينفذ المشروع اللي احنا اخترناه في البيدنج فهمت الفكره ايه ففي في عقدين عقد الاونر عامله مع الديزاينر في الاول يصمم له المشروع بعدها يعرضه في المناقصه بعدها يختار كونتراكتور من اللي هيتقدموا بالبيتز بتاعتهم لما يختار بقى كونتراكتور معين الاونر هيعمل معاه عقد جديد منفصل. So this method provides a lot of opportunities for the owners input on the project. بص بيقول لك ايه؟ ولهذا هذه الطريقه هتدينا فرص كتيره جدا تخلي الاونر يتدخل اكتر في المشروع لان هو متعاقد مع الديزاينر الاول وبعدها متعاقد مع المقاول العام في الاخر. عامل عقدين منفصلين فالاونر يعني ايده داخله في المشروع جامد عكس مثلا خلي بالك لما نيجي نعمل مع شركه واحده لما الاونر يعمل عقد واحد مع شركه واحده جواها ناس بتصمم وناس بتبني كده هو تواصله في المشروع اقل الشركه دي هتقوم بكل حاجه كده ايه انترنال داخليا جواها لكن هنا هو متواصل مع الديزاينر لوحده ومع الكونتراكتور لوحده فبيقول لك سوذ ذيس ميثود بروفايدز ا لوت اوف opportunities فور ذا اونرز انبوت اون ذا بروجكت بتخليه عنده قدره ان يتدخل اكتر في المشروع لانه متواصل مع ده ومع ده فجميل جدا اظن انك فاهم مش محتاج اكتر من كده ذا ديزاين تيم اه قلنا ان في حد بيصمم ممكن شخص او فريق وفي حد بينفذ اسمه ايه كونستراكشن تيم مثلا تعال بص بقى الديزاين تيم ده قال لك ايه؟ وركس وذ ذا اونر تو ديفلوب ذا كونتراكت دوكيومنتس هيشتغل مع الاونر ان يعمل له ايه؟ التفاصيل الكامله بتاعت المشروع، الرسومات والمونا... والتفاصيل ويحط كام طن كذا ومش عارف ايه كل حاجه، زي ايه؟ ايه الورق اللي هيعمله له؟ دروينجز الرسومات سبيسيفيكيشنز المعايير اللي هنبني بيها انه مواد خام نستخدمها وغيره، ان اذر اكزيبتس واشياء اخرى. Once the design is finished او من خلص التصميم it is sent out for general contractors بعد ما نخلص التصاميم هنعمل المناقصه ونبعتها ايه ونبعتها في المناقصه دي تتعرض على المقاولين عشان واحد منهم يقدم العرض بتاعه والتاني والثالث وفي الاخر نختار احسن واحد فيهم. It is sent out for general contractors to provide a bid on the project عشان كل واحد فيهم يقدم العطاء بتاعه او العرض بتاعه لانجاز المشروع. It can take some time for contractors and subcontractors to price a project ممكن ياخد منهم وقت عشان المقاولين دول يقيموا المشروع ويقولوا هيدفعوا فيه كام. خلي بالك انت بتعرض تصاميمك الاول في المناقصه وممكن واحد منهم يقول لك لا تديني دي مر... اديني فرصه احسبها فاهم قصدي ايه لو هو مشروع غير تقليدي مثلا فالمقاول مش عارف ممكن يقول لك مليون وهو يكلف مليون ونص فبيقول لك استنى قول لي هات التصاميم دي معايا هحسب واجي اقول لك رايي في الاخر فممكن ده ياخد يومين ثلاثه 10 اسبوع فحوار ده كده شرح مجرد شرحة اهو كله متلخص في كلمه ديزاين بيت بيلد شفت اللي انا قلت لك في اول الدرس ذن ذا ديزاين تيم اند اونر ايفالويت ذا بروبوزلز from the general contractors وفي الاخر الديزاين تيم والاونر هيقيموا ما اتى اليهم من عروض من المقاولين دول ويختاروا ون ويختاروا واحد and select the one the owner wants to go to contract with ويختاروا الشخص اللي المالك اعجب بنظامه وبفلوسه وبطريقته وبرضه مع الديزاينر يعني كجانب علمي وكده once the contract is signed او ما نوقع العقد مع الكونتراكتور ده الكونستراكشن هيبدا التنفيذ العمل على قدر الواقع يبدا بقى المقاول يبدا ينفذ construction can begin and materials and equipment can be ordered وممكن نطلب بقى ونشتري المواد الخام اللي هنبني بيها والمعدات فخلي بالك كل ده بيضيف وقت عليك طب تعال نشوف بقى ايه العيوب في هذه الطريقه هي كده فهمنا المميزات وفهمنا طريقتها ميزتها انها ايه رخيصه وطريقتها ادينا فهمناها ديزاين بيت بيلد والله ما تفت... مش عايزك تحفظ اي حاجه تاني انا كمحمد ماهر ما اعرفش اي حاجه تاني غير دي يعني مش محتاج كل ده ما موجود كفهم جوه دماغي مش محفوظ بس انا اللي حافظه ديزاين بيت بيلد بفتكر منها كل حاجه ولما بتسألني حتى لو حاجة مش فاكرها كمعلومة بفكر لأني عندي شوية مخزون ببدأ أكمل عليه بالفهم. فأتمنى تبقى يعني تحاول تعمل كده. الموضوع سهل يعني. قال لك بقى إيه؟ Some of the disadvantages of ديزاين بيد build delivery إنكلود إيه؟ يعني إيه عيوب النوع ده؟ ال disadvantages أو المساوئ اللي فيها. قال لك خمس حاجات كلهم منطقيين جدا. قال لك the ديزاين phase المرحلة الديزاين في الأول دي خلي بالك هتخلي الأونر يدفع فيها فلوس. يعني الاونر بيدفع فلوس عشان يصمم المشروع قبل ما ينفذه اصلا فده كله بياخد فلوس زياده في الاول قبل يعني العماره مثلا هتتبني بمليون جنيه انا دفعت حوالي 10000 جنيه مثلا عشان اخلي مهندس يعمل لي تصاميم فده كده خد تكلفه مني مبدئيا قبل تكلفه المشروع نفسه فدي كده احد العيوب فاهم قصدي ايه ممكن اتجاوزها لو رحت لحد هيصمم ويبني في نفس الوقت بتكلفه واحده فانا كده صياعه مني فاهم ذا ديزاين مرحلة الديزاين كان require the owner to spend a lot of cash ممكن يطلب من الاونر ان يدفع فلوس في الأول before getting a firm price قبل ما يحصل على سعر ثابت للمشروع نفسه on the actual construction project يعني ده أنا دفعت سعر زيادة عشان أصمم قبل سعر المشروع نفسه الأساسي لأن أنا اللي هيصمم مش هو اللي هيبني فاللي ده لازم ياخد فلوس خاصة بيه قال لك بعدها ده ده السوق الأولاني يعني. الحاجة السيئة الثانية depending on the quality of the design the owner may be vulnerable to change orders delays and additional costs initiated by the contractor يعني بيقول لك احنا عملنا ديزاين اه حلو بس الكونتراكتور اللي هيجي ده ممكن يغير حاجات في الديزاين يقول لك مش عجباني مش عارف انفذها فيها مشكله ممكن تتاخر ممكن تعمل لان اللي صمم غير اللي هينفذ كل ده وخاصه بقى لو الديزاين جودته مش حلوة عشان كده قال لك depending on the quality of the design فالاونر ممكن يبقى ايه مصد... may be vulnerable يعني متضرر ممكن يتضرر نتيجه التغيرات اللي هتحصل في ايه في الطلبات اللي جبناها في التاخير اللي هيحصل في الوقت في حاجات في تكاليف اخرى كل ده اللي هيحدده الكونتراكتور عشان يعرف هو اللي بيشتغل فدي مشكله دي عيب انك مش حاطط الاثنين مع بعض من الاول ده واحد اشتغل والتاني جاي على شغل اللي قبليه فدايما احنا بنحب نعترض مع بعض كده على شغل بعض فدي عيب اخر تحفظ حاجه لا في دماغك بس يبقى فهمته the actual construction process عمليه البناء الفعليه بقى does not begin Until the design is finalized. البناء الفعلي لا يبدا الا بعد انتهاء التصميم ودي مشكله. هيطول لنا وقت جدا، يعني نقعد الاول شهر نصمم في المشروع، بعدها استنى بقى عشان نبدا بعد الشهر ده البناء؟ طب ما ايه اللي طب ما كنا عملنا الاثنين مع بعض. لما الشركه بتكون هي اللي بتصمم وبتبني بتبقى عارفه ان في حاجات كده كده هتتعمل، فبيبداوا يشتغلوا فيها على ما التصميم يخلص، فده كله بيوفر لي وقت، لكن بص هنا بقى قال لك ايه؟ انت بت... البناء عمليه البناء الفعليه لا تبدا الا بعد انتهاء تصميم المشروع، Adding مور تايم. to the overall schedule of the project مضيفا المزيد من الوقت على ال schedule بتاع المشروع او الجدول الزمني بتاعه فبنطول كده على الفاضي دي احد المساوئ ايه؟ مساوئ رقم اربعه the general contractor is not able to give feedback during the design process طبعا المقاول العام مش قادر يدي فيدباك او تقييم او تقييم اولي كده اول باول للديزاين في مرحله الديزاين ليه؟ لانه ما كانش لسه موجود اصلا واحنا بنصمم المشروع ما كناش لسه عملنا مناقصه عشان نختار المقاول اللي هيرس عليه العطا او اللي هيرس عليه التندر فهمت فبالتالي المقاول جاي لا التصاميم خلصت فمش مش شرط يكون موافق عليها ممكن يقول لك التصميم ده مش عملي فاهم قصدي فدي برضو احد العيوب بيمنتس خلي بالك لما لقينا العيوب دي عملنا النوع الثاني اللي هو ديزاين بيلد بس يعني كل حاجه جابت بعضها الحاجه ام الاختراع اخر حاجه بقى ودي مهمه جدا وبتيجي دايما في الامتحان بيمنتس ماست فلو ثرو ذا لايرز اوف كونتراكتورز اند سبلايرز خلي بالك بيقول لك الفلوس اللي هندفعها لما نيجي ندفع فلوس عشان توصل للناس اللي شغاله والصناعيه وكده هتمر بوسايط كتار جدا هندفع الاول للكونتراكتور بعدها يدفع للسب كونتراكتور بعدها يدفع للعمال فكل ده تاخيرات في المدفوعات لانها بتمر بطبقات كتيره فقال لك ده ايه بيعمل delaying ديلينج بيمنت فور ذا لوست تيرز تيرز هنا معناها ايه طبقات او مستويات مستوى الكونتراكتور العام بعدها الكونتراكتورز اللي تحتيه بعدها السب كونتراكتورز بعدها, 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 بعدها العمال كل دي طبقات كتيره قوي هتخليني في الاخر انا لما ادفع فلوس كاونر على ما توصل لاقل عامل هناك هتاخد وقت كبير قوي خمس ست سبع ايام فالراجل متضايق ان فلوسه متاخره فاهم قصدي ايه؟ ده مش هيحصل لما يكون الشركه واحده فقط قدامي فاهم قصدي ايه؟ كلمه تيرز على فكره معناها مستويات او طبقات تيرز اللي هي دموع بتبقى اي اي خلي بالك من الحته دي سهله يعني يعني دي مش ملهاش دعوه بدموع مهم طيب ده كده النوع الاولاني، النوع الثاني بقى عملنا ايه؟ قلنا طب وليه نفصل ده عن ده يا جماعه؟ ما تحطهم لي في شركه واحده وانا كاونر اروح اتعاقد مع الشركه دي اسمها شركه انشاءات. عندها حد بيصمم وعندها حد هينفذ، بس شكرا هختصر كل الهيصه اللي حصلت دي. قال لك ديزاين بيلد از بيكامينج مور بابيولار النوع ده من التصميم اللي هو الديزاين بعدها بيلد على طول كلهم ديزاين بيلد في نفس الشركه يعني يعني ديزاين وبيلد في نفس الشركه. في كلمه كده انا محذوفه انا بقولها في نفس الشركه. is becoming more popular أصبحت أكثر شهرة in recent years في السنوات الأخيرة. A recent report في تقرير حديث معمول بيقول إيه؟ claims that يعني بيخبرنا this delivery method إن هذه الطريقة is now used on up to 40% of the US-based construction projects. بتستخدم حاليًا في أكثر من 40% من المشاريع الإنشاءات اللي بتحصل في أمريكا. فالمعلومة دي مهمة على فكرة أنا سأل عليها سؤال في الأسئلة وممكن مش هيجي في الإمتحان بس أنا بعرفها لك يعني. 40% من البنايات ومشاريع البناء اللي في امريكا بتتم بهذه الطريقه بنروح لشركه انشاءات هي اللي هتصمم وتبني معا اصبحت مشهوره جدا يعني الطريقه DB, design build دي بي ديزاين بيلد دي مالها بقى الطريقه دي كرييتس ا فيري ستريت فورورد بروسس فور ذا اونرز طريقه مباشره جدا ستريت فورورد بيروح لشركه خدي اعملي لي مشروع شكرا هي بقى تتصرف تعمل ديزاين بعدها تقوم تبيلد مع بعضه كله في مكان واحد والديزاين يطلع عليك كونتراكتور اول باول ويدي فيدباك as they are only contracted with one firm لأنهم بيتواصلوا فقط مع شركة واحدة. In this method, both the design and construction phases are covered under one contract with one company. عملية التصميم والإنشاء المرحلتين دول بنعملهم بي... بي... في عقد واحد فقط. One contract يعني بيتكتبوا في عقد واحد مع الأونر. بيتو... بيعمل عقد مع واحد فقط مع شركة واحدة فقط. مش زي زمان بيعمل عقد مع بتاع التصميم بعدين عقد مع بتاع الكونتراكشن. لا طبعا. فدي أسرع طبعا. The entire project المشروع كل المشروع بقى على بعضه is handled بيتم إدارته by either the architect or the contractor from start to finish. يعني بيقول لك المشروع كله في الآخر بيتعمل اه في شركة واحدة وكل حاجة لكن دايماً بيبقى فيه مدير أعلى، المدير الأعلى ده إما يكون مهندس معماري أو بتاع الراجل بتاع الديزاين أو يكون الراجل بتاع الإيه التنفيذ الكونتراكتور. طب إمتى ده اللي يدير وإمتى ده اللي يدير؟ هما في الحالتين موجودين مع بعض في وش بعض وفي الحالتين بيعملوا المشروع مع بعض لكن مين المدير في الآخر؟ هنشوف دلوقتي تعال نشوف قال لك uh, drawing a stark contrast to the above design bit build project وده بيجعل طالما الاثنين شغالين مع بعض في نفس المكان ده كده بيخلي فيه تناقض صريح مع النوع اللي فات ده عكسه تماما النوع اللي فات كنا ده شغال في حته وده شغال في حته لوحده فاهم لكن هنا لا هنا المشروع كله الاثنين موجودين فيه وده شغال وده شغال وممكن نخلي الاداره لواحد فيهم بس الاثنين مع بعض وده بالتالي drawing a stark contrast stark يعني حاجه لامعه contrast يعني تناقض أو تباين حتى موجودة في الألوان to ديزاين above بيلد للنوع السابق اللي هو اسمه دي بي بي. In theory نظريا يعني وده صح على فكرة برضه على أرض الواقع when the design team and build team are ruled into one operation لما اللي بيديزاين واللي بيبني يبقوا في نفس المؤسسة مع بعض the project becomes more efficient المشروع بيطلع أحسن وده منطقي جدا لو اللي بيصمم واللي بيبني موجودين معا في نفس الشركه وبيتعاونوا مع بعض من اول لحظه لاخر لحظه ده يخلي المشروع يطلع بشكل احسن او السؤال ده يجي في امتحان السؤال ده يجي في امتحان يقول لك صح وغلط حلو جدا ده يعني الامتحان للاسف ما اعرفش هيجي الاسئله دي ولا لا بس ممكن يتحط اسئله اكتر في افكار كتير قوي في المنهج وسهله طيب ديزاين بيلد النظام النوع الثاني ده بروجكتس كان بي اركتكت ليد اور كونتراكتور ليد ممكن يتم ادارته بواسطه الراجل بتاع التصميم او بتاع الايه بتاع الانشاء في الحالتين الاثنين مالهم بيشغلين مع بعض ولكن ممكن مين يدير ده على حسب مفيش حاجه اجابتها اه او لا يا جماعه الاجابه على حسب على طول اول ما دخلت الكليه وقابلني معيد قال لي الجمله دي قال لي اي حد سالك اي سؤال في الدنيا في هندسه قوله على حسب لان ده كده كده اجابتك صح مفيش حاجه اجابتها صارمه قوي لدرجه ان ملاش اي استثناءات لا قوله على حسب حتى لو مش عارف بعد على حسب هتقول ايه قول على حسب <applause> يعني لو حد قال لك كذا صح ولا غلط قول له على حسب اه على حسب فاهم طبعا depending on who the contract is with على حسب العقد معمول مع مين ممكن نعمل العقد مع الديزاينر او الاركيتكت فهو اللي يدير او مع الكونتراكتور وهيتوقف مين اللي هيدير برضه على حسب نوع المشروع لو مشروع معقد ومحتاج تصاميم وجديد وتصاميمه ثوريه في معلومات جديده نظريا كده محتاج اللي يدير الشخص بتاع العلم الاركيتكت لكن لو المشروع ده تقليدي ومكرر اللي هيدير هي الشخص اللي فاهم في البناء اكتر الكونتراكتور. يعني اهو بيقول لك اهو اركتكت ليد اجريمنتس الاتفاقيات اللي بتكون من نوع اركتكت ليد دي are generally used on projects that have a high difficulty of design فيها تصاميم صعبه لايك نيو بيلدنجز المباني الجديده والريمودلز وغير ذلك لكن لو الكونتراكتور هو اللي بيليد امتى؟ لما تكون مش معتمد على اي كومبلكس ديزاين مش صعبه وكمان ايه؟ اند انفولف ريبيتابل وورك فيها شغل متكرر زي ايه الانفراستراكشر الطرق والارصفه حاجات والكباري كل دي حاجات تكراريه جدا يعني اوفر الرود بروجكتس ومشاريع الطرق وغير ذلك بس كده بعدها بيقول لك نو ماتر ويتش واي ذا كونتراكت از ريتن مش هيفرق معانا العقد مكتوب ازاي او مين اللي بيليد في الحالتين الاتنين شغالين مع بعض the architect and contractor ار usually contractually connected بتوين themselves طيب and one of them is connected to the owner اللي هو واحد منهم بقى الاتنين بيتواصلوا مع بعض اه وشغالين في نفس الشركة لكن واحد في الآخر هو اللي بيكلم الowner and takes point on the project وبياخد منه التعليمات تبع المشروع بقى فالمشروع الفكرة هنا أظنها وضحت أنت كأونر بتتواصل مع شركة جواها الاتنين فاهم قصدي uh, design build projects أو DB projects allow contractors and subcontractors to have a say in the design ودي أهم نقطة أن أنت بما أن الاتنين في نفس الشركة واللي بيصمم جنبي اللي بيبني او اللي هيبني فاللي هيبني ده هيبدا يعدل على التصميم اول باول ويقول لك كلمته لا ما تعملش دي لا دي عمليه مش هتتعمل قوي لا غير هنا طب ما نيجي نعمل كده ادي اقتراحاته وكلمته اول باول قبل ما تخلص التصميم عشان ما تلبسنيش في الاخر فهو بيقول لك اهو ان ده بيخلي الناس الكونتراكتورز والسب كونتراكتورز يبقى عندهم كلمه في المشروع او في التصميم which can be beneficial او beneficial when they have extensive experience وده بيبقى مفيد جدا لينا لو الناس دي عندها خبره الcontracts دول عملوا مثلا المشروع 100 مره قبل كده فيقدر يفيدك بخبرته العمليه the process from start of design to completion of construction is usually shorter too اكيد النوع الثاني ده هيبقى اقل في الوقت من النوع الاول لان احنا اختصرنا فكره ان يبقى في ديزاين لوحده وكونتراكت لوحده واختصرنا فكره البيدنج اصلا ما بقاش فيه مناقصات اختصرنا كل حاجه فاهم؟ So it is often used for fast track projects ولهذا بنستخدمه مع المشاريع سريعة سريعه الامد او اللي محتاجه تنجز بسرعه اللي هي بنسميها فاست تراك بروجكتس اظن اي سؤال يجي لك دلوقتي انت جاهز تجاوب باذن الواحد الاحد. طيب ايه عيوب الطريقه؟ ما فيش حاجه من غير مم... من غير عيوب. قال لك some of the disadvantages of design build delivery include عيوب الطريقه بتاعت الديزاين build دي. فكر فيها كده هتلاقي اني لما احط اتنين مع بعض في نفس المكان اللي بيصمم مع اللي بيبني زي ما هيبقوا متعاونين مع بعض في حاجات بس هيحصل بينهم تعارض في اشياء في واحد ليه هدف والتاني ليه هدف تاني الراجل بتاع الديزاين هدفه يطلع احسن جوده هو والاونر لكن الراجل بتاع الكونتراكتر الكونتراكتور هدفه يطلع الموضوع رخيص ويستخدم احسن ماتيريال تكون رخيصه مثلا او يوفر تكاليف فكده في تعارض مصالح يعني ممكن يحصل بنقول ان احتماليه حدوث تعارض مصالح حاجة تانية إن أنت أه أنت وفرت وقت بإنك ما عملتش بيدنج أو ما عملتش تندر مناقصة يعني، لكنك كده معناها إنك عارف إيه؟ أنت خليت إن في ناس اه مش هيشتغلوا. يعني إيه؟ لو أنا واحد مثلا بتاع رخام مثلا أو بتاع دهانات سب كونتراكتور يعني وعايز أشتغل كده ان انا لما دخلت السوق مش هشتغل خالص لو كله عمل بالطريقه دي ليه لان الطريقه دي معتمد على انك بتروح لشركه اوريدي فيها سب كونتراكتورز انا كان يو سب كونتراكتور كواحد داخل المهنه جديد مش هلاقي حد يشغلني كده فكده دي فيها ازمه فاهم فكره ايه وكمان حاجه تانية ان انا ككونتراكتور زمان كان بيجي لي التصميم جاهز وابدا اصممه واعمله على ارض الواقع طب افرض طلع المبنى بعد ما خلصته في مشكله ترجع الى التصميم انا مش هتحاسب عليها انا ماليش دعوه انا نفذت اللي في الورق ونجيب حكم شخص جهه تحكيميه تقول ان انا مش غلطان اللي غلطان هو اللي عمل التصميم لكن دلوقتي الكونتراكتور اصبح موجود في وقت التصميم وبيابروف عليه فلو حصل مشكله في حتى لو لو نتيجه عن التصميم انت هتشيل معاه برضه فدي تعتبر عيب او او شيء من المساوئ بالنسبه للكونتراكتور لان هو بدا يبقى عليه حمل زائد او مسؤوليه زائده تعال نقرا بقى الكلام ده اول حاجه كونفليكتس اوف انترست تعارض للمصالح بتوين ذا ديزاين تيم اند كونتراكتور ليه الكونتراكتور عايز از incentivized يعني محفز وم... ونفسه يعمل ايه تو كيب كوست لو ان يقلل الاسعار او يقلل التكلفه ولكن الاونر ومعاد الديزاين تيم عايزين ايه وونتس ا هاي كواليتي فينيشد برودكت فعايزين نوزن بين الاثنين دول بقى تعرض المصالح ده ممكن يعتبر كعيب يعني. وحاجه ثانيه ان subcontractors are often selected ahead of time بيتم اختيارهم مسبقا تبع الشركه اللي انت رحت لها. ولذلك لو واحد جديد جه مش هيلاقي فرصه. So it's hard for new subs او subcontractors يعني to get an opportunity to participate in these kinds of projects. بيبقى عندهم احتماليه صعبه قوي ان هو يخش في المجال لان الناس كلها بتختار شركات فيها subcontractors مسبقا. طيب Uh, there is added liability for general contractors. في مسؤولية زائدة إيه liability معناها مسؤولية تيجي بمعنى كده. في مسؤولية زائدة إيه وقعت على عاتق الكونتراكتور وهي إن هو بقى مسؤول عن الديزاين زيه زي بتاع الديزاين كمان. بعد ما كان بيجي له ديزاين جاهز وينفذ دلوقتي لا لو حصل خطأ حتى في الديزاين هيشيل معاه. Who don't usually carry design errors and omissions insurance coverages. واللي هو في الغالب ما كانش بي... بي... بيحمل اعباء اخطاء التصميم النهارده هيحمل اعباء اخطاء التصميم لانه بقى موافق عليه ده حد ده فهمنا للموضوع وده اللي أعرفه يعني كلمه اوميشنز معناها اغفالات او اهمال او حاجات انت عدتها يعني بص سهو اغفال تقصير اسقاط حذف مش عارف ايه فالمعنى وصل يعني انشورنس يعني ضمان كفريدج يعني تغطيه ان هو يبقى ضامن ان ما يحصلش أي... اي سهو في المشروع او حاجه كده الكونتراكتور بقى مشارك معانا في الموضوع ده وهيشيل العبء زيه زي الديزاينر او بنسبه ما يعني. ده النوع التاني النوع التالت بقى حاجه لذيذه قوي، الاونر قال لك انا عايز اجيب عايز امشي على الترتيب الطبيعي ديزاين بيت بيلد عادي، عايز أ... أ... اروح اتعاقد مع حد يصمم المشروع، بعدها نعمل مناقصه، بعدها نعمل بناء جميل، بس انا مش هعرف افهم كل العمليات دي ومش هبقى كويس، وخايف تضرب مني في مره والتكلفه تزيد مثلا، فانا هعين حد يكون ريبريزنتيف عني. ينوب عني يشرف على اداره المشروع ده كله من اوله لاخره فاهم الفكره ايه فده بنسميه كونستراكشن مانجر وبيبقى هو ات ريسك لان لو المشروع بعد ما جبتك فضل برضه تكلفته عاليه انا هشيلك معايا اما انت وافقت ليه في الاول انت وافقت لان عندك قدره ان تخليه ي... بشرط انك تخليه ما يعديش مليون مثلا طب لو عدى هشيلك معايا طب لو وفرت خد ربح فهمت الفكره إيه؟ حاجه شبه التارجت كوست لو فاكر لو مش فاكر مش, مش مشكله ما تلخبطش دماغك اما ترجع له هتفتكره ان شاء الله With the construction manager at risk method الطريقه دي مالها بقى اللي هي السي مار، a construction manager similar to a general contractor، بيكون شغ... يعني شبه جدا فكره المقاول العام، بنجيبه بقى ايه؟ Acts as the owner's representative بيكون ممثل عن الاونر during both the design and construction phases، في خلال مرحله التصميم ومرحله الانشاء. يعني حته ان هو شبه المقاول العام دي كلمه ما كانش ليها بد يعني، بس هي يعني بتيجي في الاسئله احيانا. الاسئله اللي انا حاططها لكن ما جاتش في امتحانات قبل كده انك تعرف اهم حاجه تعرف بس ان في حاجه اسمها كونستراكشن مانجر الاونر بيجيبه عشان يبقى ممثل ليه خلال بقيه المشروع حتى قال لك هو نفسه قال لك لايك دي دي بي هو شبه الدي بي بي جدا فاهم لايك ذا دي بي بي ميثود ذا سي ام اي ار ميثود سيبريتس ذا ديزاين اند بيلدينج بروسيس الديزاين لوحده والبيلدينج لوحده عادي خالص لكن في حد هيشرف بقى يشرف عشان يعمل ايه يكوست يكونترول الكوست يعني يتحكم في السعر ما يعلاش عن رقم معين او التكلفه The construction manager is involved بنضيفه للمشروع بنحطه في المشروع ده ليه عشان يعمل ايه المعلم ده from the beginning with the design process بي... بيبدا معاه بيبدا شغله من اول حتى مرحله التصميم عشان يخلي التصميم مقيد بسعر ما تحطليش ماده خام غاليه قوي فرحتي هيطلع جوده حلوه بس هتبقى غاليه جدا فهو وظيفته يكونترول كل الحاجات دي كان ده كان الاوضه مش يقدر يعمله لانه ما عندوش خبره طيب مينلي از كوست كنترولر السؤال ده يجي في امتحان ايه شغلانه الكوست مانجر او قصدي الكونستراكشن مانجر في مرحله التصميم بيبقى وظيفته ان هو كوست كنترولر بيتحكم في السعر ما يعلاش ان اولسو اوفر سيز وكمان بقى لما يجي مرحله البناء هيشرف على البناء ده كونستراكشن زي ما مين اللي كان بيشرف زي ما المقاول العام كان بيشرف برضه على البناء لايك ا جنرال كونتراكتور وود ذا ديفرنس از ذات ايه الفرق بقى الفرق ان ايه ذا سي ام اي ار الطريقه دي اكسبتس ذا ريسك فور ميتينج ذا بروجكت ديدلاين and owner's cost requirements which are usually expressed as a guaranteed maximum price. النوع ده من الشغل من العقود اللي هو السي ام اي ار ده بيحط الريسك ايه؟ آه على على التكاليف اللي احنا حطيناها في الاول. فالاونر يقول لك انت هتعمل المشروع وهتشرف عليه مكاني بالجانب العلمي اللي انت فاهمه، لو عدى مليون هدفعك غرامه هتشارك معايا في المبلغ اللي عدى ده بنسبه 50 50 مثلا. ولو نقصته عنه ووفرت مع الالتزام بالجوده هدي لك انا ربح. نسبه برضو من اللي انت وفرته فهو كده ايه بيأكسبت الريسك بيبقى بيأتح... في ريسك ال... المانجر... المانجر ده بيوافق عليه المانجر بيوافق عليه وده بنسميه جارانتيد ماكسيمم برايس ماكسيمم برايس يعني السعر الاقصى اللي احنا بقى ايه بنضمن ان ما نعدهوش ك... كناس كونستراكشن مانجرز يعني اظن الطريقه سهله قوي مفهومه يعني طيب نشرح بقى الاولاد دلوقتي حالا اف كونستراكشن كوستس كام ان هاير ذان اكسبكتد لو الاسعار جت اعلى التكلفه جت اعلى من المتوقع السي ام اي ار هيشارك معانا في دفع التكاليف دي is expected to absorb those costs which reduces their overhead and profit هيقلل طبعا ارباحهم بدل ما كان هياخد مثلا انا قلت له لو المشروع خلص بمليون ما عدهاش هديلك لك مئة ألف جه هو خلى المشروع بقى مليون و ألف هقول له لا انت كده هتاخد خمسين ألف ربح بس فهمت الفكره ايه اوف كورس اون ذا اذر هاند if costs are lower than expected لو الاسعار جت اقل يبقى الراجل ده شغلانته حلوه بقى يبقى المانجر ده بيفهم يبقى the CMAR will increase their profit هياخد نسبه ربح اعلى unless the contract calls for sharing the savings الا اذا كان العقد بينص على ان احنا نتشارك في الايه في الارباح يعني احنا ممكن نتفق من البدايه انا يهمني كاونر المشروع ما يعديش مليون انا طالع من ذمتي مليون طب انت خليته مليون و ألف هتدفع انت ال100 طب خليته 900 ألف خد ال100 كلهم اللي انت وفرتهم ده لو احنا متفقين على كده طب افرض احنا متفقين ان اللي هتوفره هيبقى 50 50 مثلا يبقى ساعتها هي دي معناها كلمه شيرنج اوف سيفنجز او شيرنج ذا سيفنجز ان ممكن تاخد انت الارباح كلها اللي توفرها او لو العقد بينص على ان احنا نتشارك الارباح اللي انت توفرت برضه يبقى ان نلتزم بالعقد يبقى انت تاخد الارباح كلها اذا لم ك... اذا لم يكن العقد ينص على ان احنا نتشارك الارباح اللي توفر دي فهمت الفكره؟ ايذر واي في جميع الاحوال على اي حال ذا سي ام اي ار is invested in reducing costs هو وظيفته ان يحاول يوفر التكاليف and keeping the project on schedule ويحاول يخلي المشروع يتم انجازه في الوقت في الجدول الزمني بتاعه which helps the owner meet their project goals واللي هيخلي الاونر يحقق هدفه بانجاز المشروع على احسن وجه الطريقه الرابعه بدل ما اجيب كونستراكشن مانجر يشرف على المشروع واجيبه ليه اصلا ما نمشي على المشروع بالطريقه التقليديه بس انا اللي هاشرف انا مين انا كاونر تقول لي هو ينفع ايوه انا عندي خبره يا عم تمام دي بتستخدم تستخدم هذه الحاله فقط اذا كان الاونر عنده خبره في ايه في المجال اللي هينشئ فيه المشروع ده انا كاونر في يوم من الايام ممكن ابقى مهندس مدني عايز ابني عماره مش لازم أن اجيب حد يشرف على الموضوع انا واخد كورسات وفاهم فانا ممكن اشرف انا عليه مباشره اروح اتعاقد مع الكونتراكتور والسب كونتراكتور ومش على الديزاينر كله بقى فكده يبقى ده اسمه ايه كونستراكتور مانجمنت اداره للمشاريع ولكن بنسميها مالتي برايم لان انا بتعاقد مع الكل أنا مطلع من من عندي 20 سهم بتعاقد مع الكونتراكتور والسب كونتراكتورز كلهم فبنسميها كونستراكشن مانجمنت مالتي برايم أو سي ام ام بي سمب سي ام ام بي جميل واللي فوق آه سمار ولا ايه؟ ما بحبش عال... بحبش انطق الاختصارات كده بس المبدأ يعني. آه طيب ان كونستراكشن مانجمنت مالتي برايم بروجيكتس في النوع ده من المشاريع اولسو كولد مالتي برايم ساعات بنختصرها ام بي مالتي برايم يعني متعدد التعاقدات أو متعدد الرؤوس متعدد ال فاهم انت 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 كاونر بتتعاقد مع كله مش بتروح لشركه بعقد واحد وهي تتصرف لا انت بتتعاقد مع كل واحد على حده عشان تبقى برضه الاسم يفكرك بمعناه. The owner acts as a general contractor بيشتغل هنا الاونر وكانه هو المقاول العام اللي بيشرف على كل حاجه. And goes to contract with each of the design team members بيروح يعمل تعاقد بقى مع مين؟ مع الديزاين تيم ادي اول حاجه ومع الميجر تريد كونتراكتورز ومع المقاولين الاخرين اللي بيعملوا كل حاجه على حده. This method is best for owners who have a lot of experience. ده كويس جدا لاي اونر عنده خبره في المجال managing construction projects and want more control. وكمان بما ان هو فاهم فهو عايز يبقى ليه تحكم اكتر في المشروع ما يجيبش حد ينيبه عنه وكمان الحد ده يوفر فلوسه بقى ما انا فاهم اصلا. One advantage of this method is that subcontractors من احد المميزات هنا ان ان انت بما انك متعاقد مع كله مباشره كاونر وانت مصدر الفلوس انت اللي هتدينا الفلوس صح فكده الفلوس هتوصل لنا اسرع. احنا كسب كونتراكتورز متعاقدين معاك انت مباشره مش عن طريق وسيط مش عن طريق كونتراكتور عام بعدين انت كاونر لا احنا متعاقدين مع الاونر مباشره فكده الفلوس هتوصل لنا اسرع فيبقى شغلنا احسن One advantage of this method is that subcontractors have a direct contractual relationship to the owner. عندهم اتصال عقد عقدي مع الأونر مباشرة عقد مباشر. And don't have to wait for payments. مش لازم يستنوا الم... الفلوس اللي هتجيلهم بتاعتهم أول بأول يعني من ال... من... من طبقات كتيرة. to filter through the tears عشان تجي لهم عن طريق مستويات كتيره يكون مقاول مقاول عام مقاول اعم بقى لا هي جايه من الأول. احنا متعاقدين مع الاونر مباشره. This can lead to speedier payments ده هيودينا في الاخر او يقودنا الى ايه؟ الى ان المدفوعات اللي بتدفع للناس عشان يجيبوا بيها الشغل بتاعهم والمرتبات وكده تبقى اسرع speedier. And less paperwork for subs and suppliers ويكون في يعني ايه تعاقدات ورق اقل. بالنسبه للسب كونتراكتورز والسبلايرز المقاولين من الباطن والموردين كل ده يبقى التعاقد معاهم بعقد واحد سهل من غير ما يبقاش في ورق كتير ما في بيبر وورك كتير فاهم مش مش هم متعاقدين مع مقاول ومقاول متعاقد مع مقاول عام والمقاول عام مع المانجر او كونستراكشن مانجر ليه كل الصداع ده فهمت قصدي لا هم مع الاونر مباشره اخر نوع بقى خالص اللي قلنا تحتيه انواع تانية وسهل جدا كله اللي انت اظنك حبيته يعني بابليك برايفت بارتنرشيبس التشارك او الشراكه بين القطاع العام والخاص الحكومة بتوكل شركة خاصة تعمل المشروع مقابل الانتفاع به بعدها ترد الملكية او ما تردهاش على حسب الانواع اللي قلنا عليها قال لك آذر نيم زي ما الاسم بيقول اللي هي بابليك برايفت الاسم بيوضح معناه اصلا the project is the result of a partnership between a private and a public entity هو عبارة عن المشروع هو نتيجة تشارك او عملية شراكة بين قطاع عام وقطاع خاص entity معناها كيان حلو على فكرة ده اللي بيجي في امتحان التعريف ده بيجي في الامتحان بالظبط حرفيا سؤال في امتحان خلصت الباقي ده كله ليك انت والله كمعلومه كما... يعني كمنفعه بروجكتس النوع ده بقى من المشروعات بيكون ايه حلو لايك افوردبل هاوسنج زي الاسكان المناسب للناس يعني وكده الاسكان زي الاسكان الاجتماعي والانفراستراكشر كل دي حاجات مالها يفضل قوي ان تعملها بنظام التشارك بين القطاع العام الخاص الحكومه عايزه تبني عايزه تبني شقق للاسكان عشان عندنا عجز في الاسكان والناس مش لاقيه شوقة تشتريها والاسعار غاليه مثلا فاحنا نعمل ايه نقول للشركات الخاصه تعالي ابني المشاريع عشان معيش فلوس ابني 100000 وحده سكنيه وانا هبيعهم وابداي بيعيهم للناس وخدي فلوسهم من الناس وكمان 40 سنه ملكيهم للناس بس بدي مثل يعني الى اخره يعني تاخد تاخد ايجار مثلا والايجار ده تحطه في البنوك فتاخد عليه ارباح او فوائد كل دي طرق ت تجاريه كتيره يعني. طيب لايك برايفت بروجكتس زي المشروعات الخاصة بتكون يعني هي فيها هي مشروعات شراكة بين القطاع العام والخاص فهي فيها صفة واخدة من القطاع الخاص وصفة من القطاع العام هي زيها زي المشاريع الخاصة في إنها إيه بيتم التحكم فيها عن طريق شركة خاصة وزيها زي المشاريع العامة إنها في الآخر بتصب في صالح الحكومة صلاح البلد فهي فيها من ده على ده لايك برايفت بروجيكتس they are controlled by a private company which helps create efficiency and add expertise هي بيتم اسمها إيه إدارتها والتحكم فيها من من قطاع من شركه خاصه وده بيضمن لك افيشنسي اعلى دايما القطاعات الخاصه بتبقى ادارتها للشركات انضف احسن من الجانب الحكومي فاهم قصدي ايه ده المعتاد يعني والمعروف فدي احد المميزات على فكره في انك تجيب شركه خاصه ان انت ضامن ان هيديروا الموضوع بشكل احسن عارف ليه ابحث عن المال تجد الاجابه بما ان البرايفت كمباني هدفها تحصل على ربح فهتهتم بالشغل للاسف كتير من القطاعات الحكوميه عشان هي مش مؤسسه ربحيه بيقدموا المنتج مش بافضل شكل فهمت الفكره ايه لايك بابليك بروجكتس المشاريع بقى العامه هي زيها في ايه ذير از ستيدي بروجكت اونر في مالك رئيسي اوعى تنسى في صاحب الارض اللي هي الحكومه ديكريز بايمنت ريسكس انا بروج طبعا انت بتعمل حاجه للدوله اصلا انا بروجكت ذات ويل جريتلي بنفيت ذا جنرال بابليك وطبعا مشروعك ده هيفيد النفع العام او للصالح العام فهي من ده على ده تعال بقى نشوف الشراكه دي هتحصل ازاي قال لك دي ممكن يحصل بفاريوس تايبس بانواع مختلفه فاريوس تايبس اوف بي بي بيز يعني الشراكه بين القطاع العام والخاص جمعها بقى الشراكات ليها انواع كثيره جدا فهو بيقول لك various types of PPPs are in use around the world in general في العام في العموم كده اهو in بيز the constructor is not paid الحته دي مهمه قوي في بشكل عام في الشراكه بين القطاع العام والخاص احنا بنجيب الشركه الخاصه تبني المشروع هي بفلوسها الخاصه اما احنا جايبينها ليه ما هو لو الحكومه معاها فلوس تبني تجيب شركه خاصه ليه احنا جايبينها عشان ما معناش فلوس عندنا عجز في الموازنه عجز في الدين عجز مش عارف ايه فاحنا جايبين شركه خاصه تبني بفلوسها ما بنديلهاش فلوس احنا طب هي تاخد ايه مقابل ده تاخد حق الانتفاع بالمشروع لمده 30 سنه مثلا فهمت الفكره ايه فاول سؤال لازم تعرفه هل الحكومه بتدفع للشركه حاجه مقابل البناء ابدا مفيش ما يبقاش اسمه اصلا يبقى ايه لازمه الشراكه هنهزر ولا ايه اما جايب شركه خاصه ليه عشان ادفع لها ده هزار قوي يعني In PPPs the constructor اللي بيبني اللي هو الشركة الخاصة نفسها is not paid by the government to construct the project ما بيدفع لهمش عشان يبنوا but instead ولكن بدلا عن ذلك obtain its own financing for construction بيبنوا بفلوسهم الخاصة التمويل الخاص بتاع الشركة الخاصة نفسها أمال أنا جايبها ليه؟ فهمت الفكرة؟ السؤال ده بيجي في امتحان دايما على فكرة دايما أهو ده هيجي في امتحان بإذن الله. In some countries في كثير في بعض الدول أو في آه بعض الدول في نظام اسمه البي او تي هيبدا يكلمك عنهم واحد ورا الثاني بقى البي او تي اللي هو ايه بيلد اوبريت ترانسفير شركه خاصه تبني تبقى ليها حق الانتفاع ترجعها في الاخر للحكومه بعد بعد انتهاء مده الانتفاع دي 20 30 سنه زي مشروع راس الحكمه مثلا بس من غير مش عايزين نخش في تفاصيل لان يعني كل واحد فيهم ليه ديتيلز اكتر يعني مشروع راس الحكمه اللي حصل دلوقتي حاجه أشمل ما يكون بشراكه بين القطاع العام والخاص وان كان هو مش خاص هو استثمار اجنبي الامارات وكده فقال لك بيلد اوبريت ترانسفير projects are often used بتستخدم بكثرة under these agreements بيحصل فيها ايه بقى a concession concession يعني امتياز او انتفاع حق الامتياز a concession is granted to a contractor to design يعني بندي بندي للشركة الخاصة الكونتراكتور هنا هو الشركة الخاصة اللي هيبني بندي له حق الامتياز او حق الانتفاع بالشركة دي عشان يعمل ايه بقى مقابل ده يديزاين فاينانس اوبريت اند مينتين ا فاسيليتي يعني مؤسسه او منظمه مبنى يعني اللي هو المشروع نفسه فور ا بينتفع بيه لمده معينه مقابل انه يبنيه بفلوسه الخاصه وينتفع هو بيه وهو عارف ان انتفاعه ده هيعود عليه بربح اكتر من التكلفه الرئيسيه يعني الامارات دي هتعمر راس الحكمه ب 10 مليار اي مثلا هي عارفه انها تكسب منها خلال 30 سنه او ال 40 سنه هتكسب 50 مليار متفكر ايه يا حبيبي ده, ده انت ثروه ثروه لا تعد ماشي usually between 10 and 30 years بيكون غالبا مدة الحق الانتفاع دي من 10 ل 30 سنة. This is usually applied to large infrastructure projects such as highways. ده في الغالب بيحصل دايما العملية دي بتحصل الشراكة دي بتحصل إيه؟ في المشروعات الضخمة جدا. زي إيه؟ مشاريع البنية التحتية الانفراستراكشر زي الهاي ويز أو الطرق السريعة. نجيب حد شركة خاصة المقاولين العرب مثلا تعمل الطريق السريع مقابل الانتفاع بالأجرة اللي جاية منه من الناس اللي معدية. أو الحكومة تديها فلوس زي ما قلنا قبل كده مش خلي بالك بقى. الحكومة بتديهم فلوس في الدي بي اف اللي هو النوع اللي احنا قلنا عليه في الشرح لهم فلوس مقابل ايه؟ مقابل انتفاعهم بالمكان مش مقابل البنى احنا احنا عمر ما الحكومة هتديهم فلوس يبنوا بيها اما ده يبقى اسمه يبقى ايه لازمة الشراكة اصلا؟ احنا عشان ما معناش فلوس نبني طيب دي كونتراكتور ريكوبس ريكوبس يعني هيعوض هيجيت باك هيز ماني الكونتراكتور اللي بنى الشركه الخاصه بقى اللي بنت دي هتستعيد تكلفه البونة بتاعتها من انها تعمل ايه؟ تلم الفلوس او المدفوعات من المواطنين اللي هيعدوا من اليوزرز. The cost of the project by collecting tolls. Tolls يعني ايه؟ مصروفات، مدفوعات، اسعار، مش عارف اسميها ايه؟ رسوم، عمال افتكر الكلمه، رسوم. وفيز معناها رسوم برضه. During the life of the concession period. على 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 مدى مده ايه؟ الانتفاع بالمشروع دي. Typically وفي الاخر بعد ما تنتفع بيه 30 سنه ولا حاجه ترد للحكومه تاني. At the end of the operating period all operating rights and maintenance responsibilities revert to the government. في نهايه المده بترجع كل حقوق الانتفاع وحقوق الصيانه والمسؤوليه والمش عارف ايه للحكومه. بس كده يبقى بي او تي الشركه الخاصه تبني تشغل وتنتفع ترد للحكومه في الاخر. في حاجه صعبه؟ مش عارف والله يعني, يعني قول لي كده في التعليقات. there are several contractual methods related to BOT في حاجات شبه البي او كتير بقى زي بي تي او بيلد اوبريت الفرق الوحيد ان انا ببني كشركه خاصه بعدها املكها للحكومه انقل ملكيتها للحكومه بعدها هي تديني اذن ان انا اشغلها بايجار مثلا فاهم قصدي ايه او او تديني اذن ان انا اشغلها وهي تنتفع وانا انتفع بالتشغيل ده وخلاص لمده ما بس فرق بسيط قوي تحويل الكلمتين بس من مكان بعض وفي نوع اسمه بيلد اون اوبريت ترانسفير الفرق ان انا كشركه خاصه هبني بعدين اعمل عقد ملكيه للي انا عملته للشركه نفسها اللي انا بنيتها او المؤسسه او غيره بعدها اشغلها بعدها اردها للحكومه في الاخر فرق جوهري بسيط جدا مع البي او تي فرق شعره يعني طيب واخر حاجه البيلد اون اوبريت دي اشبه ما تكون بالخصخصه لان انا ببني بمتلك بشغل ايه ده مش هردها للحكومه اه هقعد اشغل ل 30 سنه بعدها اجدد العقد بتاع التشغيل تاني فهي الحكومه مستفيده ان انا بقدم الخدمه للناس ده المهم واذا بي تي او كونتراكت ان انا قابلت بعدين انقل الملكيه للحكومه بعدين اشغل ا برايفت developer فاينانسز في شركه خاصه بتبني وتمول وتعمل المشروع واول ما تخلص البنى ابون كومبليشن بتنقل ملكيتها للحكومه ترانسفيرز ليجل اونر شيب تو ذا سبونسرنج جفرمنت ايجنسي تنقلها للايه للجهه الحكوميه المموله او الجهه الحكوميه يعني هي اللي ادتنا الارض الجهه دي تعمل بقى ايه تاجرها لنا بقى يعني تدينا حق الانتفاع بيها او حق تشغيلها ذا ايجنسي الحكومه يعني ذن ليسز the facility back to the developer under a long term lease. تديله إيجار بقى طويل الأمد. هي هي يعني بس فرق خطوتين تبدله during the lease خلال الفترة دي the developer operates the facility الشركة الخاصة أو الديفلوبر اللي صمم الشركة وبناها وعملها بيدير المؤسسة دي أو المشروع ويعمل إيه؟ وعنده الفرصة إن يكسب منه فلوس. and has the opportunity to earn a reasonable return from users charges. يعني برضه بنكسب منين؟ من اليوزرز. هم اللي بيدونا فلوس في الاخر واللي بنكسب بيها كشركه خاصه طب البي او او تي شبه البي او تي بالظبط الفرق بس ان انا ايه الاونر شيب بتاعه الفاسيلتي بتفضل مع الكونستراكتور مع الشركه الخاصه اللي بنت لحد نهايه فتره الايه الكونسيشن او الامتياز بعدين ترد على الحكومه تقول ايه ده ما هي نفس اللي بيحصل في البي او تي اه بالظبط بس بنعمل بس عقد تمليك في الاول للشركه الخاصه Ownership of the facility rests with the constructor until the end of the concession period at which point اللي عندها بعد انتهاء المده دي بقى بيحصل ايه مده الانتفاع بنردها للحكومه uh, operating rights are transferred free of charge to the host government بنردها للحكومه اللي استضافتنا هوست يعني مستضيف هي اللي قعدتنا على ارضها وعملنا المشروع على ارضها لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله البي او او دي شبه حق الانتفاع بالظبط حق قصدي شبه الخصخصه uh, قال لك بي او او بروجكتس ريزيمبل يعني تشبه ريزيمبل يعني يشبه أو privatization تشبه الخصخصه الواضحه جدا اوفر فاسيلتي اكدنا بنخصخص حاجه يعني بنقول للقطاع الخاص تعالى خصخصه جايه من قطاع خاص بنقول له تعالى اعمل إيه المشروع ده وامتلكه بقى عيش معاه بيلد اون اوبريت وشغله مش عايزينه منك تاني هنقعد نجدد لك في العقد بروجكتس ار سم تايمز ليت وذ نو بروفيشن جايه من شباب بروفايت كده يعني من غير اي وعد باعطاء ايه uh, او نقل للاونر شيب للحكومه بنقول لهم لا احنا مفيش مش هنقل لكم الملكيه انتوا هتدونا المشروع ننشئه ونشغله وبس. طب انتوا كسبتوا ايه كحكومه؟ ان احنا وفرنا لكم الخدمه دي للشعب. At the end of a بي او او concession agreement في نهايه العقد ده the original agreement can be renegotiated for a further con concession period. بيتم اعاده التفاوض على مد مده الايه؟ الامتياز مره اخرى، لكن مش بنرد الملكيه للحكومه. ده من الاول بنقول لهم كده. في نوع اخير اسمه دي بي اف او. الفرق الوحيد زي ما قلنا ان انت بت بتاخد ارباحك من الحكومه مش من الناس طب ليه الحكومه تدفع عن الناس عشان تخلي الخدمه مجانيه طب بتدفعها منين من فلوس الضرايب بس another possible strategy that can be employed using بيز is design build finance operate يعني اسمع الفاضي احنا فهمنا فكرته the dbfo partner uh, finances الشركه الخاصه هتعمل ايه هتمول المشروع وتبنيه and is granted a long term right of access وبتاخد وبت... حق انتفاع لمده 30 سنه مثلا الانتفاضه من مين بقى؟ مش من الناس مني انا كحكومه بقول لهم انا هديكوا ربح سنويا كذا فاهم الفكره ايه؟ أه واحد بيفكر بس ده مش وقته يعني مش وقته تفكر التفكير ده واحد يقول لي طب انا كشركه خاصه انا استفدت ايه؟ يعني لما اقول لك انا هبني لك المشروع وانت تديني أرباحه على مدى 30 سنه استفاده بسيطه جدا الشركه الخاصه معاها مثلا المشروع مكلف مليون هي معاها المليون دلوقتي الدوله مش معاها المليون دلوقتي هتدوم لك على 30 سنه بس هتدوم لك بفوائد يعني انت تبني مشروع دلوقتي بمليون اكنك اقرضت الدوله مليون تبني بيها بس انت اللي بنيت الدوله هترد لك المليون دول 2 مليون على مدى 30 سنه فانت كده كده كسبان خلي بالك يعني خاصه انك دايما الشركات الخاصه بتحاول تخلي ارباحها مضمونه على المدى البعيد عشان تضمن انها ليها ليها فلوس بره فمش هتعلن افلاسها يعني عندها عائدات جايه لها حتى كده كده دي كبيره قوي في البيزنس مش وقتها يعني بقول لي لو عايز فيديو كبير نعمله على الموضوع ده ونقعد نتكلم مع بعض كده في قعده عرب ذا دي بي is compensated through specified service payments during the life of the project الله يعني بيقول لك الشركة الخاصة بتعوض عن البنى بتاعها ده عن طريق ايه عن طريق specified يعني specified service payments فلوس او مدفوعات عن الخدمة اللي هي بتقدمها والمدفوعات دي محددة من قبل الدولة خلال المدة بتاعت ادارة المشروع او عمر المشروع خلال 30 سنة هناخد فلوس من الحكومة سنويا 1000 ثابتة ملاش علاقة فاهم قصدي ايه الحته دي مهمه على فكره تيجي في الامتحان فور هاي ويز في الطرق السريعه This is expected to include traffic related payments based on shadow tolls. يعني ايه الجمله دي بقى؟ قال لك ده بيبقى مثلا في مثال الطرق السريعه بيبقى عباره عن traffic related payments مدفوعات متعلقه بقد ايه الطريق فيه مرور. بس بنعملها ازاي؟ بحاجه اسمها shadow tolls. يعني فلوس بتتفق من الحكومه محدده مسبقا مقدره predetermined. يعني بنقول طب تيجي نشوف كده الطريق ده بيعدي فيه سنويا مثلا متوسط 500 واحد. في 5 جنيه يبقى 2500 جنيه ده قيمه تقديريه حتى لو ما عداش ال 500 واحد دول حتى لو ما عداش ولا واحد حتى لو عدى مليار مالناش دعوه هنديكوا قيمه تقديريه ما تكونش دعوه انتوا بقى بالارض ماشي عليها مين فبندي رقم ثابت يعني حسبه مقدره بنسميها شادو تولز شادو تولز معناها إيه 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 مصطلح كده اعرفه تولز معناها م م رسوم فاهم قصدي؟ ار بيمنتس تصدق مش عارف ترجمتها بالعربي هتبقى ايه؟ هبقى اشوف يعني بس انا حافظها من زمان قوي انها شادو تولز معناها ايه؟ ار made by the host government هي فلوس بتدفع من قبل الحكومه المستضيفه بيدفعوها مين للكونتراكتور اللي هي الشركه الخاصه on the basis of traffic flows على اساس المرور بس مش بيقيسوا المرور اول باول لا at predetermined points along the roadway بنحسبه بشكل مسبق على مدى الطريق اللي هيمشي عليه مثلا يعني لو هو مشروع طريق فكلمه shadow tools دي مهمه قوي على فكره تيجي في امتحانات وانا كتوقعات اتوقع السؤال ده يجي السنه دي مهم جدا يجي لك تعريف shadow tools هي عباره عن الرسوم او الفلوس اللي الحكومه تدفعها للشركه الخاصه على اساس ان ايه الفلوس المحدده سابقا على الطريق مثلا لو احنا بنتكلم على طريق فمتوسط بري بوينتس الونج ذا رود واي يبقى ده الفرق بين الدي بي اف او وبين البي او تي لو انت فاكر الفرق بينهم ايه امين اه ديفرنس اف ذات هو دي سؤال جه في الفاينل والكويز 50 مره قبل كده السؤال ده مهم قوي السطرين دول امين اه ديفرنس بين دي بي اف او ان بي او تي الفرق بينهم الشركة الخاصة بتبني والشركة الخاصة بتبني الشركة الخاصة بتنتفع والشركة الخاصة بتنتفع هنا بتنقل الملكية وهنا بتنقل الملكية امال ايه الفرق؟ ان انتفاعها في البي او تي بيكون عن طريق انها تاخد رسوم من الناس لكن هنا في الدي بي اف او بتاخد رسوم من الحكومة سنويا بمبلغ ثابت والحكومة بتدفع المبلغ ده من الايه؟ من الفلوس الضرايب يبقى الفرق بينها ايه؟ الذات ان في الدي بي او بقى اللي جت في الاول دي انها ايه الفرق بينها عن ايه اللي بيميزها عن البي او تي؟ ان ما فيش رسوم حقيقية نو اكشوال تولز are collected from road users. مش بنلم مش بنلم رسوم من الناس فعلا لا ده الحكومه بتدفع للشركه دي ما يقوم مقام هذه الرسوم. يا رب تكون فهمتها السطرين دول بص بص عليهم كتير قوي هيجي في امتحان بالحرف. أمين I ديفرنس mean difference between ده وده اني في الاولاني ده بقى ماله؟ ما فيهوش actual tools اصلا ما بنلمش ارباح حقيقيه. يجي يقول لك هل الفرق بينهم اني بنلم ارباح حقيقيه؟ اقول له لا طبعا الدي بي اف ما بنلمش فيها ارباح حقيقيه. هو السؤال ده معناها اول الجملة دي معناها ما الفرق بينهم او او ممكن تقولها تاني بشكل اخر ما الذي يميز دي بي اف او عن البي اوت الدي بي اف او ما فيهاش actual tolls ما بنلمش رسوم حقيقية من الناس ده الحكومة هي اللي فلوس من عندها In a BOT arrangement the private sector recovers its costs through toll or fee collection and there is no cost to the government for the construction of the project ما ده قلناه خلاص في البي او تي ال القطاع الخاص بيعوض التكاليف بتاعته من ان بيلم رسوم من الناس لكن الحكومه ما بتدفعلوش ولا مليم لا في الكونستراكشن ولا غيره لكن في الدي بي اف او ايه اللي بيحصل؟ الكوست اوف ذا بروجكت بتجي في صوره مبالغ سنويه بياخدها من الحكومه is still ultimately paid by the host government بتدفع من الحكومه على اي حال ultimately <نم ơi> <أنت على أي> <التفاصيل> يعني على كل حال اظن يعني او على اي حال في نهايه المطاف على ماشي في نهايه المطاف نفس المعنى من الحكومة بتدفع له كل سنة مبلغ معين ده في ال DBFO This means that there is still a cost to the taxpayer with a DBFO arrangement عايز لك ان كده كده الناس دفعت برضو بس في الحالة التانية بتاعت اف DBFO الحكومة دفعت من فلوس الناس بتاعة الضرائب فكأن الناس دفعت برضو بس مش بشكل مباشر مش actual tolls فاهم قصدي ايه؟ فرب تكون استفدت وفهمت اخر صفحة The cost of a DBFO project is less than the traditional method because بيقول لك بقى خلي بالك الدي بي اف او ده ارخص من الطريقه التقليديه ليه؟ لان بجيب شركه خاصه تبني خلي بالك شركه خاصه تبني وتعمله بكفاءه عاليه لانها شركه خاصه لان عايزه تكسب فعايزه تخلي المشروع احسن حاجه خالص فالناس تيجي تقبل عليه فيعني زي ما قلت لك هي مؤسسه ربحيه في ان تعمل جوده عاليه عكس الحكومه ممكن ما تعملش كده فده هيضمن لي ان المشروع يبقى جودته عاليه جدا وهتحاول تعمل دعايه لنفسها فتلاقي التكاليف اقل شويه فتلاقي إن الخلاصه انا كحكومه اني الجا ان انا اعمل شراكه بين القطاع العام والخاص واعمل العقد نظامه دي بي اف او احسن ما اعمله بالطرق التقليديه ده هيبقى ارخص ليه؟ لان احصل على جوده عاليه وعلى تكاليف بناء اقل لان اللي بيبني شركه خاصه فبيقول لك اهو the cost of a دي بي اف او project is less than the traditional method because efficiencies from private operation and construction reduce the overall cost of the project. الشركه الخاصه وكفائتها وحلوياتها دي هتقلل من تكاليف البناء والمشروع والتكلفه الاجماليه للمشروع. يبقى الدي بي اف او ارخص من الطريقه الطريقه التقليديه. ا دي بي اف او كونتراكت تيبيكلي اوفرز سام بروتكشن دي قلناها الطريقه دي بتضمن للقطاع الخاص ان ما يخسرش ليه؟ لان بياخد فلوس من الحكومه سنويا حتى لو ما عداش من عنده اي حد حتى لو حصل تغيير في سياسات الحكومه خلتها تعمل طريق جديد ابجريدد انا ما خسلتش لان الطريق كده كده باخد عليه فلوس مش من الناس باخدها من الحكومه فده بيضمن لي بروتكشن. offers some protection to the private sector للقطاع الخاص او ال الراجل اللي جاي لي من القطاع الخاص in the event that في حالة ان ايه بقى the public sector اللي هي الحكومة partner it changes the conditions غيرت الشروط under which the road operates اللي الطريق شغال على اساسها او عمل طريق جديد this, this provides protection if other competing roads are upgraded during the contract period لو اتعمل طريق جديد في خلال فتره التعاقد فانا ما خسرتش برضه لان كده كده الحكومه تدفع لي حتى لو ما عداش ولا واحد thus reducing traffic flows والطريق ده ممكن يقلل عندي المرور مش هيفرق معايا حاجه في الحاله دي لان انا اصلا عامل عقد مع الحكومه باخد منها فلوس سنويا حتى لو ما عداش ولا بني ادم لكن لو كنت عامل عقد نوعه بي او تي كنت لبست في حيطه لان انا كده الحكومه تقول لي انا مالي انت اللي غلطان ومحدش يضمن سياسات الحكومه خلي بالك طيب الصفحتين دول انت المفروض فاهم كل اللي فيهم ده خمس تعريفات بالخمس انواع بتوع النوع الاخير اللي هو البي بي 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 الخمس انواع بتوعهم كل واحد قدامه التعريف بتاعه وانت عارفه خلاص اقرا ايه مع نفسك هو هو بالظبط اللي قلنا فوق مقتبس يعني كجدول ملخص كده ودول الخمس انواع برضو اللي قلناهم في ال في البي بي, بي بي كل واحد تحت مين بيبني مين بيشغل مين بيملك مين بيدفع مين بيدفع له ولا واحده من دول انت المفروض تكون ناقصك فيها حرف يعني المفروض لو وقفت دلوقتي تلاقي كل حرف انت فاهمه مش هقراهم معاك حتى من كتر ما انا ان شاء الله واثق كلام سهل جدا هنخش على الاسئله على طول عشان عايز الحق انزل اصلي العصر يلا بينا على الاسئله طيب تعال على الاسئله بسرعه يعني انا اتصدمت لما قلت المده الصراحه كنت متوقع يطلع اصغر من كده بيقول لك وات داز بروجكت ديليفري ديفاين بيعرف لنا ايه العلاقه والهيكليه بتاعت انجاز المشروع واتنامه والخطوات اللي فيه الاجابه بيه آه ايه ميزه نظام ديزاين بيلد مباشره ان انا اروح لشركه بتعمل الديزاين مع البيلدنج مباشره ان انا يختصر لي وقت وهيخلي لي الفلوس تدفع اسرع Simplified Payment Process and ايرليير كوبريشن تعاون وتسليم اسرع ومصروفات الدفع بسرعه وغيره يبقى اقرا انت مع نفسك لو عايز بتفاصيل يعني ايه بروجكت ديليفري هيكليه العلاقه بين الاشكال المختلفه والاطراف المختلفه جوه المشروع بيشير بيعرفنا ايه بيعرفنا الرولز والريسبونسابيلتيز بتاعت كل طرف جوه المشروع ابقى لك السؤال باكتر مشكلة عشان تتدرب عليه اكتر في الامتحان هيجي التعريف المباشر اللي من السلايدز بيحدد لنا ايه البروجكت ديليفري ترتيب وهيكليه والانشطه اللي هتحصل عشان نسلم المشروع في الاخر انه الاول نبني ولا نصمم ولا نعمل ولا كده يبقى الاجابه بي برده إيه اللي... ايه اللي ممكن بعض المشاريع او كثير من المشاريع بتحتاجه في العلاقات بين ال... بين الاونر والديزاينر والكونتراكتور بتحتاج ان احيانا بنحتاج نغير العلاقات دي عشان ن... ايه نميت او نحقق اهداف المشروع يبقى يعني نعمل ادابتيشن او تشينج عشان ن... ايه نحقق اهداف المشروع دي كانت موجوده لو فاكر لما قلنا ان اوعى تفكر الموضوع سهل لا ده ممكن في كثير من الاحيان بنحتاج نغيره نغير العلاقات منهم ونعمل عقد بشكل مختلف عشان نحقق اهداف معينه في المشروع في المشاريع السريعه بنستخدم ايه Uh, how may a project owner simplify the payment process؟ ازاي ممكن الراجل في المشروع... لو عايز يعمل مشروع بسرعه يسهل عمليه دفع الفلوس ان يتواصل مع شركه واحده فقط او يعمل عقد مع شركه واحده فقط هي اللي تعمل كل حاجه فده هيسرع له الدنيا اللي هي دي بي يعني ديزاين بيلد. Uh, بيحقق ايه لما يتواصل مع شركه واحده؟ بيقلل الوقت ويسهل عمليه الدفع simplified payment process الدفع مش الشراء لهاش علاقه simplified payment process البروجكت ديليفري ده بقى اللي جاي في إمتحان، هي الاستراكشر اوف ذا ريليشن شيبس اوف ذا بارتيز اه هي دي بروجكت ديليفري اسمها كده ترو هل بتعرفنا ازاي الاطراف المختلفه بترتبط بعضها البعض على مدى انجاز المشروع صح هل ممكن يبان لك ان الحاجات دي سهله لكنها في كثير من الشركات والمشروعات بتحتاج لانها تتغير العلاقه بين الاونر والديزاينر والكونتراكتور عشان نحقق اهداف المشروع صح انا واخد كوبي من المرجع من السلايدز اصلا الفاست تراك بروجكت اونر مي جو تو كونتراكت وذ وان بارتي سواء الديزاينر او الكونتراكتور عشان في حاله الديزاين بيلد ايوه عشان يبقى المشروع سريع فيروح يتواصل مع شركه واحده فقط ويعمل معاها عقد اي مما ياتي يعتبر مش طريقه لانجاز المشروع الدي بي بي طريقه والدي بي طريقه والسي ام ار طريقه لكن ال بي سي او دي ما خدناهاش ومش طريقه اصلا فيبقى بالتالي الثلاثه دول طريقة طرق, طرق ما عدا سي يبقى سي هي از نوت هي مش بروجكت ديليفري ايه اللي يعتبر اشهر طريقه مستخدمه لتسليم المشروعات الدي بي بي اللي في الاول خالص هي اشهر واحده الموست بوبولار وده سؤال في الامتحان ايه اللي بنستخدمه عشان آه بيكونوا بيكون في ديزاينر والكونتراكتور شغالين مع بعض تحت نفس المؤسسه؟ لا بص بيقول لك ايه؟ فور ذا اونر اندر سيبريت كونتراكتس حلوه دي بيقول لك ويتش بروجكت ديليفري ميثود بيكون في الديزاينر والكونتراكتور شغالين مباشره مع الاونر ولكن تحت سيبريت كونتراكتس كل واحد بعقد منفصل الديزاين بيلد لا الاثنين تحت عقد واحد خلي بالك لكن الديزاين بيت بيلد بيكون ده بعقد وده بعقد الكونستراكشن مانجمنت ات ريسك بيكونوا اصلا مش متواصلين مع الاونر ده بيكونوا بيكون الكونستراكشن مانجر هو اللي بينوب عنه فبيبقى هو اللي عامل معاهم العقود يبقى الاجابه ديزاين بيت بيلد والله اعلم يعني تعالى اتاكد 15 سي انا مش حافظهم والله انا انا بجاوب مره وبنسى يعني يبقى الاجابه ديزاين بيت بيلد فكر يطلع الاجابه ومش هيجي لك حاجه بالتعقيد ده يعني مش هيجي في لك حاجات فيها اصلا كلام جديد كله بيعمل سلايدز الحمد لله وات opportunity داز ذا ديزاين بيت بيلد ميثود بروفايد فور ذا اونر ايه الميزه اللي بتقدمها ديزاين بيت بيلد ان بيكون ايه قال لك انه ان الاونر بيكون عامل عقد مع الديزاينر وعقد مع الكونتراكتور فيقدر يتدخل اكتر في المشروع فيقدر يبقى عنده انبوت اون ذا بروجكت يقدر يتدخل اكتر يبقى بي 16 بي قلناها على فكره في الشرح ايه اللي بيحصل بعد ديزاين فيز في حاله ديزاين بيت بيلد بنعمل مناقصه جنرال كونتراكتورز بروفايد بيدز اون ذا بروجكت بيجي كل كونتراكتور يقدم العرض بتاعه لانجاز المشروع ونختار منهم واحد يعني هي دي مناقصه يعني يبقى الاجابه بي اسمها ديزاين بيت بيلد فاهم ديزاين بيد بيلد يا يعني بعد ديزاين يجي البيد هو ده رقم بي ايه المشكله في ديزاين بيد بيلد دي يعني ايه المشكله في الطريقه دي احد العيوب اللي فيها ايه ان انا تعال نرى واحده واحده ان الاونر عنده كنترول قليل لا ده احنا قلنا بيتدخل كتير في الطريقه دي ان الديزاين فيز بيبقى فيه تكاليف زياده قبل ما نبدا اصلا في المشروع بالظبط دي احد الاضرار ان احنا بنعمل ديزاين كمرحله منفصله فده بيدفعنا فلوس قبل ما نعرف تكلفه المشروع اصلا يبقى الاجابه بي بس كده ان شاء الله خليك في امتحان تجاوب بص تخلصه في ثانيتين باذن الله ادعيله ادعي لي وادعي لك يعني كله بتوفيق ربنا وات از a كونسيكونس يعني نتيجه مترتبه على ديزاين بيت بيلد ميثود كونستراكشن بروسس نوت بيجين ايه اللي بيترتب على ان المشروع ان في حاله ديزاين بيت بيلد المشروع ما بيبداش في التنفيذ الا بعد انتهاء التصميم ان ده هيضيف وقت زياده فهيخلي المشروع يطول في الوقت يبقى ده هي انكريز التايم للجدول الزمني الاجمالي بتاع المشروع ايه اللي ممكن يكون ا بينيفيشال تشالنج فور ذا اونر ماشي ايه اللي بيقول ايه اللي ممكن يكون فيه اشكاليه ماليه بالنسبه للاونر في حاله الديزاين بيت بيلد تشالنج يعني حاجه حاجه رخمه يعني فاهم تحدي يعني. قال لك ان في سيجنيفيكانت كاش اكسبندتشر بيفور اوبتينينج افيرم firm كونستراكشن برايس ان بيدفع مبلغ في الاول للتصميم قبل ما يبدا في البناء اصلا يبقى الاجابه سي 20 سي الحمد لله وات آه, uh, vulnerability ايه الضرر اللي ممكن يحصل للاونر في حاله ديزاين بيت بيلد نتيجه جوده المشروع او التصميم ان ممكن التصميم باعتمادا على جودته ممكن يطلع في الاخر محتاج يتغير بح... لما الكونتراكتور يجي يقول لك انا عايز اغير في حاجات او عايز اخر في مش عارف ايه او عايز اجيب تكاليف مختلفه يبقى بوتنشال احتماليه يعني بوتنشال فور تشينج اوردرز ان احنا نحتاج نغير في حاجات او ديليز او اديشنال كوست انيشيتد باي ذا كونتركتور لان هنا الكونتراكتور ما كانش موجود في وقت الديزاين اصلا يبقى الاجابه سي آه، ازاي الطريقه بتاعه البنه دي بتقارن بالطرق الاخرى اللي فيها مش عارف ايه طريقه اللي هي ديزاين بيت بيلد دايما بتبقى اطول اطول في المده ات از لونجر از ات does not begin until the design is finalized ما بتبداش البناء غير لما يكون الديزاين خلص فده هيخلينا مده اطول طبعا يبقى الاجابه بي في حاله ديزاين بيت بيلد الاونر بيقابل تحديات ماليه كتير نتيجه انه بينفق فلوس قبل في التصميم قبل ما يبدا اصلا اه ترو لا انا في حاجه فاتتني شفت فيزس ليميتد لا بص ليميتد Limited financial challenges يعني بيواجه تحديات بسيطة يعني مش مشكلة يعني لا طبعا بيواجه تحدي كبير بيواجه مشكلة في ان بيدفع فلوس في الأول فلمتد دي معناها إن يعني شيء قليل مش مؤثر لا هو مؤثر يبقى يعني الإجابة فولس شوف ما خدتش بالك أنت في امتحان اقرأ كل حاجة بالتفصيل طبعا في حالة ديزاين بيت بيلد ده ممكن يؤدي لينا إلى ريديوس delays and construction related issues for the owner irrespective of the quality of the design لا طبعا فولس يعني بيقول ان هو كده كده حتى لو ديزاين وحش بس هو كده كده هيطلع لنا في الاخر مشروع سريع وهيتعمل بسرعه لا ده عكس اللي اتقال يبقى الاجابه فولس 24 فولس بي يعني 25 أه هل مده البناء في الديزاين بيت بيلد بيكون اصغر؟ لا فولس هي بيكون اطول لان احنا بنحتاج فيها زي ما قلت لك نعمل مناقصه وبعدها مش عارف ايه والديزاين الاول الديزاين ممكن يحتاج من الأول انه ينفق فلوس في الاول اللوت اوف كاش قبل ما يحصل على سعر نهائي للمشروع بالظبط ترو 26 ايه ودي احد عيوبه ممكن يتعرض لضرر نتيجه ان هو هيغير في التصميم كتير الكونتراكتور لما يجي ممكن يغير في التصميم بالظبط ترو برضه في الدي في بي الاكشوال كونستراكشن بروسس بيبدا مباشره قبل حتى ما الديزاين يخلص لا ده بيستنى لما الديزاين يخلص هل ده بيوفر لنا وقت لا ده بينيل لنا الوقت فالاجابه فولس من جميع الجوانب الجنرال كونتراكتور مش ما يقدرش يدي فيدباك خلال مرحله التصميم بالظبط ليه لانه ما بيكونش موجود اصلا لسه بيكون لسه ما اخترناهوش يبقى الاجابه ترو أنا كده بص مش هلحق نكمل لما أجي بقى أنا هنزل العصر وأجي أكمل الأسئلة دي معاك يلا سلام. طيب تعال نرجع تاني بيقول لك في الدي في بي, بي في النوع الأولاني خالص الـ payments must flow through the layers of contractors and suppliers delaying فور for the lowest صح المصروفات بتتدفع على مراحل كتيرة وتقعد تنزل في طبقات ومستويات لحد ما توصل للعمال اللي تحت خالص فالإجابة ترو يبقى 30 إيه معلش أنا لسه راجع من تحت فمش مركز الصراحة. الديزاين بيلد ميثود النظام الجديد ده الحلو ده اللي بنروح مع الشركه بتعمل الحاجتين مع بعض ده بيشغل تقريبا كام في الميه من الاشغالات او من المشاريع الانشائيه اللي حصلت في امريكا حوالي 40 في الميه دلوقتي فالرقم ده قلنا ان هو مهم وممكن يجي بس يعني مش مو... مش احتماليه كبيره مين اللي مسؤول عن ان يهندل الانتاير بروجكت من البدايه للنهايه في حاله ديزاين بيلد الاثنين شغالين مع بعض في نفس المكان اصلا فيا اما الاركتكت يا اما الكونتراكتور الاثنين معا فاهم فهم شغالين في نفس المكان بس بيقلد باي واحد فيهم فكرة ايه بيقول لك مين اللي بيليد البروجكت اللي محتاج تفاصيل وديزاين عالي قوي وتفاصيل جامده علميه يعني فده الاركتكتس ده هم دول بتوع العلم بقى والهندسه وكده طيب اه... ايه الميزه اللي موجوده في الديزاين بيلد من ناحيه للكونتراكتور والسب كونتراكتور ان هم عندهم فرصه يقولوا كلمتهم في, في مرحله التصميم لان هم بيبقوا موجودين في نفس الشركه اللي بتصمم فبي عندهم فرصه ان يقولوا ايه رايهم في التصميم اللي بيحصل عندهم خبره وكده ايه الديس ادفانتج في النظام ده ان في لايبلتي بتتضاف على الكونتراكتور بعد ما كان ملوش علاقه بالتصميم دلوقتي بقى ليه علاقه بالاخطاء اللي في التصميم بيحاسب عليها لانه بقى مشارك فيها اصلا من الاول يبقى الاجابه دي الكلام ده كله قلناه في الشرح المفترض اللي سامع الشرح مفيش كلام جديد ايه انواع المشاريع اللي بتحتاج يتم قيادتها من الكونتراكتور دي اللي بيكون فيها ايه؟ بتكون مكرره ريبيتابل ورك الحاجات الصعبه بيقودها الاركتكت فاهم والنيو بيلدينجز برضه بيقودها الاركتكت لكن الحاجات المكرره زي الانفراستراكشر وغيره دي بيعملها بيكون بقياده الكونتراكتور هو اللي بيقود الفريق في الحته انهم شغالين في نفس المكان ايه <applause> من مميزات الديزاين بيلد <-Build> ايه هي بالنسبه لحته البروجكت كومبليشن ان بيخلصوا ايه اسرع شورتر بروسس فروم ديزاين تو كومبليشن مده اقل فالاجابه سي 37 سي ان شاء الله حلو من من عيوبه بقى بالنسبه للسب كونتراكتور ان احنا بنروح لشركه عندها سب كونتراكتورز الجاهزين عندها فده بيدي يعني ايه احتماليه اضعف للناس للنيو سب كونتراكتورز مش هيلاقوا شغلانه كده ليميتد يبقى الاجابه 38 ايه الحمد لله في ديزاين بيلد ميثود ممكن يحصل تعارض مصالح بين الاثنين دول مع بعض لا بيقول لك ايه بيقول لك تعارض المصالح بين فريق التصميم وفريق التنفيذ مش شيء مهم لا شيء مهم ده من العيوب اصلا are not a concern يعني مش حاجة ذات أهمية مش مش مصدر قلق لا هي مصدر قلق وحاجة فيها أزمة أصلا ده من ال disadvantages فالإجابة فولس في الديزاين بيلد بروجكت الاركتكت والكونتراكتور are usually not contractually connected لا ده هو كونكتد أصلا في نفس الشركة يبقى الإجابة فولس أه, الديزاين بيلد ما بيكونش شيء مناسب للمشاريع السريعة لا ده هو شيء مناسب للفاست تراك بروجكتس فالإجابة فولس برضو وان اوف ذا بوتنشال disadvantages of this ديزاين بيلد ديليفري إذا the limited liability for general contractors؟ لا. ده ال disadvantage ان هو في liability قادر عليه زياده مش limited في مسؤوليه زايده على الكونتراكتور لانه بقى يشارك في التصميم. فالاجابه برضو فولس. ايه كميه الفولس دي؟ اه 4B يعني 4 فولس. في حاله السي ام اي ار الكونستراكشن مانجر ات ريسك. الكونستراكشن مانجر ده بيشتغل زي مين؟ زي الجنرال كونتراكتور شبهه كده. يعني زي ما قلت لك ساعتها ان السؤال ده هيجي ملوش لازمه. فاهم هو بيشتغل شبه الجنرال كونتراكتور كوظيفه ان هو بيبقى نائب عن الايه عن الاونر في ان يشرف على على العمليه كلها شبه الجنرال كونتراكتور اللي هو المقاول العام البرايمري ريسك اسوشييتد وذ سي ام اي ار از ايه ان ممكن ايه اخطر اخطر حاجه على النوع ده ان ممكن الكونستراكشن مانجر ده يعمل المشروع ويبقى وكيل الاونر وفي الاخر الاسعار تعلى تعدي البادجت بتاعتنا اللي احنا محددينها فساعتها هو بيلبس في الزياده دي كلها يبقى دي اخطر حاجه عليه اللي هو اكسيدنج ذا بروجكت بادجت طب فوائدها ايه بالنسبه للاونر ان هو بيعمل ايه اه, آه. حلو تعال نتاكد reduce the cost and the schedule control reduce the cost and the schedule control صح هي دي دي اهم حاجه واحنا ليه جايبين الكونستراكشن مانجر عشان يقلل لنا التكاليف ويدير الجدول الزمني بشكل جيد هو دي شغلانته هو بينوب عن الاونر في الحته دي ان يبقى كوست كنترولر فالاجابه بي اظن 45 بي ان شاء الله ان كونستراكشن هنا كونستراكشن مانجمنت مالتي برايم هنا بقى مين اللي بيدير المشروع الاونر نفسه السؤال ده بيجي في الامتحان 36 دي طيب أه 46 قصدي دي ان ادفانتج اوف ذا ام بي اللي هي مالتي برايم بالنسبه للسب كونتراكتورز ان بيوصل لهم فلوسهم بسرعه لان هم في تواصل مباشر مع الاونر Uh, they receive faster payments directly يبقى الإجابة B 47 بي إيه الفرق ما بين الـ والDBB والـ الـ فيها construction manager ودي مش عارف إيه تعال نشوف هل وجود الـ construction manager؟ أه بس كده حرفيا خلصت إن هنا في construction manager وهنا فيش هنا احنا بنشتغل نروح لفريق ديزاين نتعاقد معاه نروح لفريق مش عارف ايه نتعاقد معاه وهكذا فبس ده الفرق الوحيد يعني ايه الميزه في السي في الـ في المالتي برايم بالنسبه للسب كونتراكتورز والسبلايز ان فلوسهم هتوصل لهم بسرعه عندهم دايركت كونتراكشوال ريليشن شيب وذ ذا اونر يبقى بي دي الفايده ااا بي طيب اول واحده بي بالظبط كده تاني واحده ااا الاونر بيلعب انه ادوار في النوع ده هو بيلعب وكانه الجنرال كونتراكتور وكانه هو المدير بتاع الدنيا كلها الجنرال كونتراكتور ده اللي هو بيبقى شغلانته الرئيسيه مدير اشرافي كده فهو بيشتغل زيه كده في الحالة دي بيتعاقد مع كله بقى فاهم في المالتي برايم آه، الفلوس بتاعت السب كونتراكتور بتوصل لهم ايه؟ بتوصلهم بس بتوصل لهم بسرعة بس كده Speedier payments بيمنتس اند ليس بيبر لهم اسرع وما في فيه ورق كتير بيتمضي بقى ولا شغل ما فيش طبقات اصلا عشان يعني فيش مستويات كتيرة ده احنا مننا للاونر على طول يبقى الاجابة سي 51 سي طيب اقرا الاسئلة مع نفسك بالتفصيل لو انت حابب يعني وفي الاخر اسئله الامتحان كلها يعني مباشر جدا طيب في حاله السي ام اي ار الكونستراكشن مانجر ده اللي بينوب عن الاونر بيشتغل اهم حاجه في مرحله التصميم في انه ايه في انه كوست كنترول في انه يتحكم في الايه في في التكاليف وات ذا كونستراكشن مانجر انفولفمنت ماشي ان هو كوست كنترول او يكنترول على الكوست يتحكم في التكاليف يا يعني 52 بي طب في المالتي برايم الاونر بيتعاقد مع كله بيشتغل كجنرال كونتراكتور وبيروح يعمل عقد مع كل واحد على حده من اللي الطرفين دول كونتراكتورز وبتوع ديزاين اه بالظبط كده ترو 53 اي يا رب طيب ايه افضل حاجه لل... ايه افضل نوع للناس للاونرز اللي عندهم خبره في المجال المالتي برايم اللي هي كونستراكشن مانجمنت مالتي برايم سي ام ام بي طيب في نطاق في في, في سياق حديثنا عن العقود البي بي اختصار لايه؟ لبابليك private Partnership ده سؤال يجي في الامتحان ده جميل ده. طب Public-Private Partnership بتشمل ايه؟ تشارك بين القطاع العام والخاص، كولابوريشن بتوين بابليك اند برايفت انتيتيز. هو ده لازم، امال فين الشراكه بقى لما يكون الحكومه بس هي اللي شغاله؟ او القطاع الخاص بس هو اللي شغال؟ لا، ده في شراكه بين الاتنين، فالاجابه سي. ناخد بقى انواعهم على حده، البي او تي الكونستراكتور الكونتراكتور خلي بالك البي او تي الشركه الخاصه تيجي تبني تشغل تنقل الملكيه للحكومه قبل ما تجاوب وتبص على الاختيارات اشرح لنفسك اللي انت فاكره عشان هتتعب لو قعدت تجاوب كده وخلاص هتلاقي الاسئله عباره عن طلاسم الكونتراكتور هنا اللي هو مين اللي بنى اللي هو الشركه الخاصه بتريكفر الكوست بتاعتها ازاي بترجع بت 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 اسمها ايه بتعوض تكاليفهم وبتاخد تكسب منين بقى؟ من الفلوس اللي بتدفعها لليوزرز التولز اور فيز كوليكتد فروم يوزرز الحكومه ما بتدفعش ولا مليم يبقى الاجابه بي 57 بي طيب في نهاية البي او تي الاونر شيب بتنتقل لمين؟ للحكومة، للجفرمنت. ما هي اسمها بي او تي ليه؟ ايه الفرق بين البي او او تي والبي او او؟ في البي او او تي الاونر شيب في الاخر بتروح للحكومة، لكن في البي او او ما بتروحش، بس خلاص هي دي. ح... يعني اكنّي بقول لك ان مفيش حرف التي. <applause> والله العظيم ما بهزر. ارجع للشرح بقى عشان تعرف التفاصيل أكتر يعني. شادو تول، السؤال ده هيجي جدا. هي عبارة عن فلوس بتدفعها الحكومة للشركة الخاصة في مقابل ايه؟ في مقابل الترافيك فلو. payments made by the government أو by the host government to the contractor اللي هي الشركة الخاصة based on traffic flow ارجع لشرح لو مش فاهم ال PPP are most commonly used for which type of project بنستخدمها الشراكة بين القطاع العام والخاص بتستخدم أكتر في أنه مشاريع مشاريع البنية التحتية تطوير البنية التحتية مش في التعليم غالبا ولا في سن القوانين ولا في المشاريع الاجتماعية لا في الغالب بتبقى في مشروع الطرق والكباري والحاجات الكبيرة أوي دي مترو الأنفاق طيب تعالى السؤال اللي وراه بيقول لك البي تي او بروجيكتس بتختلف عن البي او تي بروجيكتس في ايه؟ ان الترانسفير بيحصل الاول يبقى بيقول لك ذا برايفت ديفلوبر ريتينز اونر شيب افتر كونستراكشن بس كده يعني اول ما القطاع الخاص بيخلص بنا بيرجع الملكيه للحكومه على طول مش بعد الاوبريشن ما يخلص مش بعد ال 30 سنه لا قبل ال 30 سنه الترانسفير هو الاول حرف التي بيجي الاول يبقى الاجابه ايه؟ اه 62 ايه؟ انا متاكد ان انا عدلت حاجه في السؤال خلي بالك فهتلاقي الاختيارات كانت معموله بيه انا شلت اختيار 62 هي ايه؟ 62 إيه كان آه يعني في اختيار ما حبيتش يبقى موجود عشان ما يلخبطكش ان هو مش هيجي كده يعني طيب آه كان مكتوب ان الحكومه بتمتلك المشروع من البدايه هو انا قصدي من البدايه يعني ايه هي يعني المفروض لما الشركه الخاصه بنت هي امتلكته بعدين تبدا تنقله للحكومه فهو برضو الاختيار ده ما كانش صح بس يعني هيلخبطك خلينا نشيله خلاص ما آه حدش شاف حاجه يعني طيب the cost of a DBFO تكلفة دي بتكون اقل من الانواع الباقيه لاني بيكون في شركات خاصه وبتعمل بكفاءة عاليه بالظبط ترو 63A What risk does a DBFO contract typically protect the private sector from? اف DBFO ده قلنا بي... بيوفر حمايه للقطاع الخاص من حاجه معينه ايه هي؟ ان هو بيفضل يحصل على الأرباح من الحكومه بشكل سنوي حتى لو حصل اي تغيرات في سياسه الحكومه خليته يعمل طريق جديد مثلا فبيحميه منين؟ إيه؟ من اي changes in government policy affecting traffic flow. من ضمن البوليسي اللي ممكن تتغير ايه؟ ان هم يبنوا طريق جديد ابجريدد مثلا. فده كله مش هيفرق معانا إن احنا هنا محميين، احنا كده كده متفقين على ان مبلغ سنوي هناخده. يبقى الاجابه بي 64 بي. لما بنقارن وين ايفالويتنج ا بي بي اوبشن، ذا جفرمنت شود كونسيدر ايه؟ لما بيجي نقيم كحكومه يعني نعمل شراكه مع قطاع خاص ولا لا؟ بنبص لايه؟ للونج تيرم فاليو اوف ماني. بنبص على قيمه الفلوس على المدى البعيد او القيمه الكبيره على الفلوس على المدى البعيد. فهنشوف هيرب... احنا مثلا مشروع تكلفته مليون لو دفعناه في صوره 2 مليون متقسمين على 30 سنه ده افضل ولا لا بنبص للجانب ده يعني الباقي كله تليه اختيارات اي كلام يبقى الاجابه بي مش هيجي لك برده الكلام ده على فكره اللي بيجي بركز عليه البي بي بي تشمل شراكه بين القطاع العام والخاص اه الاجابه دي جايه السؤال ده جاي يبقى الاختيار بي 66 بي ده جاي في الامتحان اهو هيجي بنفس المعنى ده بطريقه اخرى بقى البي او تي بتشمل عباره عن ايه ان حد بيبني يشغل ينقل الملكيه في الاخر الجفرمنت بتدفع للكونستراكتور الجفرنت عمرها ما تدفع في الكونستراكشن يبقى ده اختيار غلط الكونتراكتور بيبقى مسؤول فقط عن الديزايننج والفاينانسنج لا وبيشغله في الاخر الكونتراكتور بيبني بفلوسه الخاصه بالظبط بيبني بفلوسه الخاصه الحكومه ما بتدفعلوش حاجه في البنى فاهم يبقى الاجابه سي 67 سي ان شاء الله الحمد لله اي مما ياتي يشمل ان ان الملكيه تتنقل للحكومه بعد انتهاء البنى يبقى نبني كشركه خاصه بعدين ننقل الملكية على طول يا بي تي او يا بي تي او التي جت الاول يبقى ايه 68 ايه طيب اما انزل واطلع يبقى صح خلاص شفتها يعني ايه اللي يحصل بعد انتهاء فتره الامتياز او الانتفاع في البي او او بس بنبدا نجدد العقد مره اخرى لان هو مفيش مفيش اي اي ترانسفير ده اشبه ما يكون بالخصخصه يبقى ذا اوريجينال اجريمنت كان بي ري فور ا كونسيشن بيريد بنتناقش ونعمل تفاوض على فتره على على المد لفتره اخرى يبقى الإجابة إيه؟ البي أي أو أشبه تشبه ريزمبل أوت رايت برايفتيزيشن أيوه تشبه الخصخصة بالظبط كده يبقى الإجابة ترو 70 إيه؟ الشرط طول معناها إيه؟ معناها فلوس بتدفع من قبل الحكومة للشركات الخاصة بناءً على حركة الناس المتوسطة أو المحددة مسبقًا على الطريق payments made by the host government هي اللي بتدفع هنا من فلوس الضرايب طبعا تدفع للشركه الخاصه وعشان تخلي الخدمه دي مجاني للناس فتدفع للشركه الخاصه ارباح سنويا بمقدره مسبقا يعني قلناها كتير قوي في الشرح الشادو طول دي جايه في الامتحان يا معلم ممكن تيجي جدا يعني يبقى 71 سي اليوزرز ما بيدفعوش حاجه في حاله الدي بي اف او ازاي تكلفه الدي بي اف او بتبقى اقل من التراديشنال ميثود من الطريقه التقليديه لان في افشنسيز بسبب القطاع الخاص القطاع الخاص بيبني الموضوع بشكل فيه كفاءه اعلى كلمه كفاءه يعني انبوت اقل يعطي اوتبوت عالي يعني انبوت اقل يعني تكلفه قليله فهمت الفكره ايه الشركه الخاصه بتحاول توفر وتشتغل بشكل لذيذ قوي مع الفلوس يعني انه نوع اللي بيدينا بروتكشن للقطاع الخاص عند حدوث اي تغيرات زي ان يتبني طريق جديد او غيره اللي بيوفر حمايه للقطاع الخاص في اللحظه دي هي العقد اللي من نوع دي بي اف او لان كده انت تاخد فلوس ثابته من الحكومه يبقى ايه 73 ايه 73 ايه ايه الفرق بين الدي بي اف او والبي او تي هو ان مفيش في حاله الدي بي اف او طبعا اما يقولك الفرق بين الاثنين دول كذا يعني ما يميز الاول عن الثاني ان الاول ده ما فيهوش رسوم حقيقيه بتتاخد من اليوزرز لا ده الحكومه اللي بتدفع بالظبط هي مش رسوم حقيقيه هي بتتاخد من الحكومه اصلا يبقى ترو وقلنا في الشرح كتير يا جماعه 74 ايه وده جه في الكويز وجه في مره شال لهم كلمه نو no. ان في اكشوال تولز لا في الدي بي اف او الشركه الخاصه ما بتلمش فلوس من الناس هي بتاخد من الحكومه وات ألتميتلي بايز فور ذا كوست اوف ا دي بي او دي بي اف او بروجكت مين اللي في, ال... في نهايه المطاف بيدفع تكاليف الدي بي اف او هي الحكومه بتدفع للشركه الخ... القطاع الخاص بتدفع له سنويا مبلغ بس اللي دفع مش الحكومه على فكره في حقيقه الامر اللي دفع هي الناس برضو، بس دفعتها في صوره ضرائب اللي بيدفع هنا هو التاكس فلوس الضرائب أه... شادو تول معناها ايه؟ اختيار سي لسه حليناها في الصفحه اللي فاتت يبقى الاجابه سي هي بتتكرر بشكل مختلف ليس الا البي بي بي هي عباره عن شراكه بين القطاع العام والخاص عشان يعملوا مشروع معين زي الافوردبل هاوسنج او الانفراستراكشر صح في البي او تي الكونستراكتور بيدفع للحكومه بيدفع له من الحكومه عشان يبني قلنا الحكومه لا تدفع في البناء يبقى بي 78 بي البي او او تي في حالتها دي الاونر شيب بتتنقل قلنا ساعتها الفرق بينها ان ايه الشركه الخاصه بتبني وتمتلك المشروع بعدين تشغله بعدين تنقله فالملكيه بت... بتبقى مع الشركه الخاصه في البدايه حتى يبقى الاونر شيب اوف ذا فاسيلتي ريستس يعني تبقى وذ ذا كونستراكتور انتل ذا اند اوف كونسيشن بيريود لحد نهايه الكونسيشن بيريود بالظبط كده واللي عند هذه النقطه بينقل الملكيه للحكومه بقى مره اخرى ده بنسميها البي او او تي وقلنا الفرق بينها وبين البي او تي حاجه بسيطه قوي وفي التعريف هتلاقي البي او او تي المميز فيها ان في ملكيه بتروح لشركه خاصه فتلاقي التعريف ده بكلمه اونر شيب ده للحفظ بس يبقى الاجابه ترو 79 ايه الدي بي اف او هي عباره عن ان البرايفت ديفيلوبر ده بيحصل بيريكوب يعني بيعوض التكلفه بان هو بيعمل ايه بقى بيجمع الرسوم من اليوزرز لا من الحكومه يبقى دي على طول فولس وده يجي في امتحان الفكره دي تيجي في امتحان بطريقه او باخرى الشادو تول هي فلوس بتجمع من الحكومه تعطى للكونتراكتور اللي هو هنا الشركه الخاصه بناء على الترافيك فلوز وعند نقاط محدده ومبلغ محدد سنويا اه ترو الفرق بين الدي بي اف او والبي او تي هو غياب ان ما فيش رسوم بتتاخد من اليوزرز صح ما بناخدش رسوم من اليوزرز في حاله الدي بي اف او لما يقول لك ايه الفرق بين الاثنين اي يقصد بها ما الذي في الاول ليس في الثاني اللي في الاول مش في الثاني ايه؟ ان الاول ده ما حدش ما فيش آه فيز او ما فيش تولز بناخدها من اليوزرز احنا بناخدها من الحكومه واجمالي بناخدها كل سنه على بعضها مش بتتلم من الناس الكونستراكتور مسؤول عن الديزاين والكونستراكشن Maintenance, والفاينانسنج وبيتعوض عن طريق انه بياخد فلوس من الحكومه على مدى الفتره بتاعت المشروع مين اللي بياخد فلوس من الحكومه ده انه نوع الدي بي اف او بس كده آه القطاع الخاص يبني وبعد ما يخلص بنا ينقل الملكيه للحكومه بعدها تدي له امكانيه ان يدير المشروع او تاجر له المشروع يبقى بنى نقل دور بي تي او يبقى الاجابه بي تي او ثانية اقرا على يعني فكرة الخمس أسئلة دول هيجي منهم واحد أو اتنين كمان خمس أسئلة ورا بعض صفحة دي خطيرة خمس تعريفات التاني واحد بي تي أو طيب بص بقى عملنا عقد امتياز للكونستراكتور اللي بنى وبعد مدة معينة هيبدأ يرجع الأرباح بتاعته عن طريق إن يلم الأرباح من الناس من اليوزرز تولز ديورينج ذا لايف اوف كونسيشن يعني ممكن حتى نضيف عشان أكد لك المعنى بس مش هيتكتب كده يعني مش هكتبها لك عشان يبقى زي الكتاب أما يقول لك لم الأرباح كده وخلاص يعني لمها من الناس ده أنه نوع البي او تي ازاي خد عقد امتياز هو بنى الاول بعدها خد مده يدير فيها المشروع بعدين هيرجعها في الاخر بس هو ما قالكش هيرجع دي هنا مش مشكله بي او تي وخلاص يا بي يعني او تي سي 85 سي الملكيه بتفضل مع الكونستراكتور لحد ما يجي تنتهي مده الامتياز بعدين يرجع للحكومه قلنا ان اول ما يبدا بكلمه اونر شيب دي يقصدوا بيها النوع اللي الشركه الخاصه بتمتلك فيه المشروع في الاول كمان تبني بعدين تمتلك بعدين تدير بعدين ترجع بي او او مترتبه سهله خالص. ايه اللي بيشبه جدا الخصخصه لانه ما فيهوش ارجاع في الاخر للحكومه؟ قال لك نو بروفيجن نو بروفيجن فور ذا ريتيرن اوف اونر شيب تو جفرمنت ده اللي هو البي او او فقط. اشبه ما يكون بالخصخصه. اظن الحاجات دي اتحفرت في دماغك اتمنى يعني. انا نفسي فهمتها وحفظتها خلاص زهقت بص اسئله الكويز بقى. الفرق بين الدي بي اف او والبي او تي اي ما الذي يميز الاول عن الثاني؟ ان الاول ده ما فيش ما فيش رسوم حقيقيه بتتجمع. بص بيقول لك ايه؟ ذات اكشوال تولز لا نو اكشوال تولز ار فروم يوزرز لا ده اللي بيدفع هي الحكومه يبقى الاجابه هنا فولس بص السؤال بقى الصح يجي ازاي الفرق بينهم هو ان ما فيش اكشوال تولز بتدفع بالظبط اللي بيدفع هو مين ما بنلبش حاجه من اليوزرز اللي بيدفع هي الحكومه في حاله الدي بي اف او يبقى اللي الاجابه هنا ترو عادي لانه قال لك نو no. افهم تريح وفكر قبل ما تجاوب الدي بي بي بقى هي اشهر نوع بالظبط اول نوع هو اشهر نوع قاعده كده اول نوع في الدرس هو اشهر نوع في اشهر نوع في في الطرق المستخدمه كلها يبقى الاجابه ترو وهو كمان الارخص the lowest construction price قلنا ده في اول الدرس خالص. طب الدي بي بس هي عباره عن تعاون بين القطاع العام والخاص؟ لا طبعا ده البي بي بي مش ال دي بي ده مش تعاون بين القطاع العام ده التعريف بتاع البي بي بي هو جايبه لك عينه انه التعريف بتاع الدي بي طبعا ده غلط يبقى الاجابه فوز. في الدي بي بي actual construction process does not begin until the design is finalized adding more time صح؟ في حالة الدي دي بي بي بنعمل ديزاين الأول بعدين نعمل مناقصة بعدين نبني. يبقى البنا مش هيبدا غير لو التصميم انتهى وده هيضيف وقت كبير جدا يطول معانا المشروع يبقى الاجابه ترو هو ده اللي قاله هنا بالظبط اهو في حاله الدي بي بي هي اشهر نوع وبيعتبر هو الارخص بالظبط السؤال ده مكرر سؤال من امتحانات سابقه قديمه بقى المالتي برايم هي افضل حاجه للاونرز اللي عندهم خبره صح ترو السؤال ده ترو فولس التلات اسئله دول هيكرروا باذن الله تعالى في امتحان السنه الحاليه في تيرم كمان او في الفاينل بس تيرم متوقع اكتر ايه اشهر نوع من انواع البروجكت ديليفري ميثود الدي بي بي اللي هو الاولاني خالص طيب ايه اللي عباره عن شراكه بين القطاع العام والخاص البي بي بي طيب الفرق ما بين الدي بي اف او والبي او تي ان الدي بي اف او ماله ما عندهوش اكشوال تولز نو اكشوال تولز ما فيش رسوم حقيقيه بتتجمع من الناس ده بيبقى عقد والحكومه بتديني سنويا مبلغ يبقى الاجابه ترو بس طالما قال نو هنا يبقى ده ما يميز الاول عن الثاني هو ده معناها مش فرق في المطلق كده فرق ان ده الفرق في الاول عن الثاني يبقى اللي تلات اسئله هم دول كل ما اتى على الدرس ده في السنين السابقه لو حد معاه امتحانات كتيره تانيه يبعت لي في ال... يقول اكتب لي في التعليقات يحط لي لينك عشان ابدا احل منها في الفيديوهات اللي جايه كده احنا عملنا ايه خلصنا هنقرا خطيئة مع بعض يبقى كده خلصنا كل حاجه خلينا نقرا الاول بيقول لك وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي وجدد التوبه للاوزار لا تيأسا من رحمه الغفار وكن على الائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل امر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر فكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلما وخلص القلب من الاغيار جمع غير وهو كل ما سوى الله وخلص القلب من الاغيار بالجد والقيام في الاسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الاثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحمة والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم ودي خاتمة الخريطة البيئة للشيخ أحمد الدردير المالكي الأزهري رحمه الله مشهور علم من اعلام الازهر عندنا في اخر 300 سنه. كده احنا خلصنا الدرس وخلصنا منهج المترم كده مالكش حاجه عندي قبل الميدترم غير ان انا احل معاك اه امتحانات سابقه لو ظهرت امتحانات سابقه جديده ليه؟ لان كل اللي جاي في امتحان فاينل سمر الموجود حليناه. كل اللي جاي على الجزء بتاع الميدترم وكل اللي جاي في امتحانات الباقيه برضو على جزء الميدترم حليناه. فانا ممكن اعيدهم تاني مثلا في فيديو مع مراجعه مثلا. قول لي رايك في التعليقات. وكده خلصنا نتقابل الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.